السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وسهلا بكم، عيدكم مبارك وسعيد. الناس اللي عيدوا البارح عيدكم مبارك سعيد، الناس اللي تعيد اليوم في الزريبة عيدكم مبارك سعيد، صحة عيدكم كاملين، مرحبا وسهلا بكم، تحياتي لكم. حاسيبة مرحبا وسهلا، صنديد داز مرحبا وسهلا، بن بين ماروك مرحبا وسهلا، فوزي ألجي تحياتي، ولد الصحراء وعبد القادر أول الناس اللي معلقين مرحبا وسهلا، المحجوب مرحبا وسهلا، عزو مرحبا وسهلا، إسماعيل عبد العزيز تحياتي. إذا كبسوا من فضلكم، كبسوا كبسوا إن شاء الله الرحمن الرحيم، نفتح مرة أخرى باب النقاش. بنت الجزائر مرحبا وسهلا، نحن معيدين يوم على الزريبة. والله أحسن عنكم. حموشي سيدي علي مرحبا وسهلا، تحياتي للجزائر مرحبا وسهلا. والله الطيب احمد مرحبا وسهلا، توفيق بون فيت مرحبا وسهلا، قال مو والله هشام احمد المحياوي، وعليكم السلام ورحمه الله. ما شافوش حق ما يشوفوا الهلال، هم شوفوا اللي شافوا لا محمد الخامس في القمر. لولا وعليكم السلام، يوزر مرحبا وسهلا، بنت المجاهدين صح عيدك تحياتي مرحبا وسهلا بك، ومرحبا بالجزائر كاملة. النعمة الصغير وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد رصد دراعة وقومت أمو إسراء مرحبا وسهلا، سبين العيون مرحبا وسهلا، سمير سمير تحياتي لك، هشام شكرا لك، شكرا هذا فقط من لطفك. داز عيد مبارك سعيد، كمال كمال مرحبا وسهلا، سمير شكرا هذا كله من تربيتك، لا تمشي للمزبلة إن شاء الله. الصنديد مرحبا وسهلا، والله رحيم تحياتي الطيب أحمد مرحبا وسهلا. إذا نكبسوا من فضلكم، طاريكاد مرحبا وسهلا، سبين تحياتي لك، تحية العيون المحتلة والله وخيرت. فريد الرحالي مرحبا وسهلا. إذا إن شاء الله نبدأ مناقشاتنا إن شاء الله. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. وانت كذلك ان شاء الله، علينا وعليك ان شاء الله، كيف حالك؟ الحمد لله. سمير من الجزائر، مرحبا وسهلا اخ سمير، مرحبا وسهلا، تفضل كيفك اخ استاذ؟ سمير. لاباس ما شاء الله بخير الحمد لله، وانت لباس؟ والله، الحمد لله. سؤال عليكم، مرحبا وسهلا والله، تفضل تفضل اخ سمير، نناقشوا قضية عندي الصلاة عندي الغربية. والله غير عجبتني واحد النقطة، برك بغيت نقول لك عليها ولا هبط. مرحبا هي وسهلا، تفضل. تحرير هي تحرير استقلال الصحراء الغربية. قال لك المغاربة جبناها بآية الكرسي، قال لك قرينا عليهم آية الكرسي هربوا كيف الجنون. ايوه حق، اسبانيا كانت مسكونه، كانوا ساكنين في الجنوب الاسباني، وجايين وحدين مسكونين، هما اصلا مسكونين، ساكنتهم العبوديه. والرقاة، الرقاة مساكين، والرقاة. ايوه شكرا مساكين، لك أستاذ، شكرا العفو شكرا، العفو، مرحبا وسهلا اخ تحية. سمير، تحياتي لك، مرحبا وسهلا والله، الله شكرا، ينصركم عليهم، الله ينصركم عليهم. السلام امين ان عليكم. شاء الله، وعليكم السلام، مرحبا وسهلا والله، شكرا، مرحبا، صقور العرب، مرحبا وسهلا. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس بخير؟ ما شاء الله بخير الحمد لله، أنت لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. أنا مغربي وعندي لك واحد مرحبا، السؤال. اسمك عرض عليك اسمك. اسمي إسماعيل. أوكي وإسماعيل، احنا هون، أنا ماني معدل ندوة صحفية تطرح أنت فيها الأسئلة، أنا أطرح لك الأسئلة. احنا هون ناقشوا مشكلة، قال مشكلة الصحراء الغربية. تفضل مش أعطينا فيها المشكلة وجهة نظرك. حتى أنا عارف الصحراء الغربية، يعني أنت شوف ما خليتنيش اسماعيل نسولك. اسماعيل واه اسماعيل اسماعيل، نكررها لك مولي باش لا تضيع لنا مولي دقيقة في التفاهات في طرح، نقول لك ما تطرح الأسئلة، أنا نقول لك طرحت لك الأسئلة جاوبنا، لا يتعدى لي دوره وتطرح لي مولي السؤال. اقرأ لي سؤال، أنا ماشي ننكر، شوف مشكلة، اقرأ لي سؤال. أو طرحت لك أنا السؤال، قلت لك أعطيني موقفك من الصحراء الغربية، ترجع لي مولي موقف السؤال، يلا تفضل. نتاعي أنا كمغربي،
عارف على أن الصحراء مغربية، وعلى أن البوليزاريو يعني باش عايش في باش الهندو، هي جماعة. باش 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 شوف، خليك من البوليزاريو، خلينا احنا ما تكلمنا عن البوليزاريو. اعطينا هذه الصحراء اللي تسميها انت المغربية، اعطينا باش، قنعنا باش بانها مغربية. تعلمتها منك انت ملي كنت في الاخبار المغربيه اخي في اذا الله القناه ينزل، المغربيه، اذا الله ينزل لك، تقول اذا الصحراء ينزل لك، المغربيه. اذا ينزل لك يا لا لا، راني نتحدث بادب اخي. اها معك بادب بك انت شخصا، والشخصانه ما يفيده بلا شيء. انت لو كان عندك ما يقنعنا بانها الصحراء مغربيه ليه تقول لي التاريخ وكذا 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 نعم وكذا؟ اخي، شنو فايده تقول لي انت؟ شنو فايدتها؟ علاش شنو علاش فايدتها؟ لا ما فيها والو. راهي مكتوبه قدامك، راهي مكتوبه الصحراء الغربيه، شفتها؟ شفتها؟ ماشي مشكل، شفتها في ماشي العنوان؟ مشكل، ورأي يلا اعطينا، وهذه يلا هي شوف الموقف اعطينا، بتاعي. شوف اعطينا وجهه نظرك، اعطينا وجهه نظرك. بقى ما تضيع الوقت، اش كون وجهة تضيع الوقت؟ نظري، يلا اعطينا وجهة وجهه نظرك، نظري، اعطينا علاش التاريخ. ملي كان الاحتلال سواء البرتغالي ولا الإسباني ما كناش نسمعوا بشي حاجة سميتها الصحراء الغربية؟ علاش ما حررتوهاش من الصحراء ديالكم؟ حررها، شكون اللي حررها؟ حروها المغاربة والشعب المغربي باش حرر بالمسيرة الخضراء، ها؟ لأن درينا على الاستعمار شنو شنو الإسباني. باش حررتوا انتم؟ باش المسيرة الخضراء، من 5 سنين الخضراء، باش ما ديتوا معكم الخضراء ولا شنو؟ ديتوا معكم الخضراء وحررتوها. شوف حرنا شنو هي المسيرة المسيرة؟ الخضراء. شنو هي المسيرة الخضراء؟ شنو هي المسيرة الخضراء؟ شوف احنا ساكنين، احنا اهل الصحراء الغربية، فوتنا فيها 92 عام واحنا مع الاستعمار الاسباني. جيتوها انتوما بلا سلاح، بلا قرطاس، بلا دبابه، بلا صاروخ، بلا ما تدربوا على الحرب، وحررتوها. باش جايين في الكاميونات كيف الغنم؟ اشرح لي انا هذا الشيء، اشرح لي انا هذا الشيء. كيفاش حنا دولة وما كانش عندنا السلاح وما كانش عندنا وما كانش عندنا، وانتوما غير جماعة اسماعيل وحررتوها؟ اسماعيل اسماعيل زيد اسماعيل، واضحة لا انتم ما أكثر من حررتوها، كلمة. انا نعم معاك، انا شوف انا معاك، انتم اللي حررتوه، انا معاك، اعتبرني انا معاك. اشرح لي انا بحالش حررتوه، كيفاش مشيتوا لواحد المنطقه شاسعه كبيره فيها الملايين من الكيلومترات وجيتوها انتم بلا سلاح بلا شيء وحررتوها؟ صح علي، نعم، حررناها يلا اشرح. بالمسيرة الخضراء، كبيرة ولا صغيرة احنا مشينا لا ما للموقف فهمت اللي لي كان ما فيه فهمت. شوف الليبي اسمعني والإسباني شوف وكان فيه اسمعني المحتل. اسمعني اسمعني اسمعني، شوف شوف، لا تختصر لي انت، انت درك ملحمه كبيره، ملحمه تشبه يعني فيلم الرساله ذاك اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر والصحابه والاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم والفتوحات وكذا وبدر واحد، جيت تقول لي المسيره وحررناها. اشرح لي، اشرح لي انا، فهمني كيف مشيتوا انتم وحررتوها؟ قول وانا لي كان مشينا، مثلا يلا اشرح. كتقاطعني، ها انا كان جي نقاطع، كان جي نشرح لك، انت كتقاطعني ما كتخلينيش يلا نفهم اشرح تقول لي، لي. يلا اشرح، هاني من مقاطعك يلا. درنا مسيرة خضراء اللي تجمع فيها الشعب المغربي من جميع نواحي نتاع البلد نتاع المغرب، ومشاو كما قلت انت غير في الكاميونات، لان هاد الشي راه كان في السبعينات ماشي اليوم، وحررناها بمسيرة الخضراء. هذاك الأخ اللي قال لك حررتوها حروها، اسماعيل، اللي قال لك اسماعيل حروها بآية اسماعيل الكرسي، اسماعيل علاش اسماعيل اسماعيل، زيد؟ قول لي كيف منين لحقتوا الصحراء الغربية انتم جايين في الكاميونات الشقعة؟ يلا اشرح لي شقعة، قول لي من اللي شقعة. دخلنا الصحراء المغربية حررناها منين دخلتوا وجريناها الصحراء؟ للعدو. منين دخلتوا؟ منين دخلتوا؟ جريتوا عليهم بالحجار ولا شنو؟ والله شافوكم كيفاش جايين منين دخلنا؟ ومشاو. احنا راه كنا أصلا في المغرب. لا خلينا، انا شنو اطرح لك سؤال واضح، خليني، من كنتوا في المغرب ولا ما كنتوا في المغرب؟ جيتوا يا سيدي انتوما، جيتوا في الكاميونات، جيتوا في الكاميونات، منين لحقتوا الصحراء هذه اللي تسموها انت المغربية؟ منين لحقتوا بالضبط وشقع لكم منين وصلتوا؟ جرينا، راني قلت لك راه ساهله، جريتوا راني عليهم قلت لك باش واش هضره. بالحجار؟ شوف واش جريتوا عليهم بالحجار جرينا عليهم بإذن الله، ولا جرينا نزلتوا، عليهم ولا بإذن نزلتوا الله. هو الخطاب جريتوا بتاع عليهم بإذن؟ هو الخطاب اسمعني اسمعني، هو شوف الخطاب شوف هو اسمعني، الخطاب بتاع اسمع 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 وما اسمع اسمع كتخلينيش نكمل الهضره، اسمع اسمع اسمع، جريتوا ما عليهم باش، كتخلينيش نكمل جريتوا الهضره. عليهم باذن الله شنو؟ شنو بيجريتوا عليهم باذن الله؟ واش عدلت لهم الرقيه ولا شنو؟ جريتوا عليهم باذن الله شنو؟ كيفاش هذاك جريتوا عليهم الخطاب باذن لا الله؟ المغارب، شوف شوف كيفاش جريتوا المغارب. عليهم؟ اشرح لي انا كيفاش جريتوا عليهم؟ منين دخلتوا؟ في المنطقه اللي جريتوا منها يعني لحقتوا؟ واش مجرد لحقتوا وهما جمعوا باليزهم ومشاو؟ ولا شنو؟ انا فاهمني انا. المهم درنا المسيرة الخضراء، جمعوا باليزتهم، جمعوا نعايلهم، جمعوا اسماعيل مشاو، اسماعيل جرينا اسماعيل عليهم اسماعيل ومشاو. اسماعيل
اسماعيل جريت عليهم بإذن الله. كيفاش بإذن الله؟ بإذن الله عليك. فلاديمير بوتين راك في روسيا، يمشي يحرر تركيا بإذن الله، يدي المسيرة ويحرر تركيا أي أوكرانيا والسلام عليكم. واخا ماشي واسمه مشكل. شوف، والفلسطينيين حتى هما يحرروا في أرضهم بإذن الله، يدوا المسيرة حتى هما ويحرروا. وسبتة ومليلية ما قدرتوا تحررهم بإذن الله، سبحان الله، ما قدرتوا تحررهم بالمسيرة. شوف اشرح لي انا، اشرح لي انا، انا باغي نفهم كيفاش منين لحقتوا للصحراء الغربية، كيفاش انت دخلتوا، كتقول لي اشرح لي كيفاش. وكتقاطعني، ما كتخلينيش نهضر. يلا راني ساكت، هذا هو المشكل يلا نساك. اسيدي. احنا هاد الصحراء كاع ما حررناهاش، وكي درنا احنا رانا عايشين فيها وانتوما غير راكم في اسمع لي، البلدود. يا غير مي اسمع احنا لي هاد اسماعيل، الصحراء هذه ما شوف انت تقول، حررناهاش، انت انت دوك قلت راك لي تدور على حررناها، الطريقة انت وخليني قلت لي نهضر. يلا حررناها، نهضر انت ان شاء قلت الله. لي حررناها، هذا راك تقول لي ما تلينا ما حررناها. لا يقولك على حسب الهضرة ديالك انت، اه ما انت تسمعني انا، سكوت. انا شوف احكي لي، ايوا شوف احنا انا منين عرفت، شوف حررناها ورانا لا عايشين اسمع، فيها، لا وهذا نعرف الشعب اللي نعرف، غتقول عليه اسمع الصحراوي علاش راه في اسمع كيندو؟ علاش ما اسمع بقاش؟ اسمع شوف اسمع، شوف، انت بركاني يعني، البوليزاريو، انت بركاني، بوليزاريو انت الابن بركاني يعني، المدلل نتاع انت بركاني، القذافي، وانت انت بركاني، الجزائر، بركاني، وانت انت خليني نهضر، بركاني، وانت انت بركاني، مونديل. انت بركاني، انا من وجده، من بركان، من النواحي وجده. نتاع بركان وجده. ايه المهم انا عرفتك، شوف شوف اسمعني اسمعني، شوف اسمعني، شوف واش انت عارف الصحراء الغربية شنو هي، ولا ماك عارف جغرافيتها وعارف المساحات اللي فيها ولا لا؟ وش هي الصحراء المغربية؟ عارفها، ايه باش عارف، يلا عارف قول لي الصحراء مثلا، المغربية. قول لي كم من كيلومتر بين الطرفاية والطح. شوف الصحراء راها من طنجة حتى القرقارات، اسماعيل كاملة اسماعيل، الصحراء المغربية. كم من كيلومتر بين الطرفاية والطح، ودرك انت راك تخرج لي على، درك انت راك تخرج على الموضوع. درك احنا رانا كم بين نتناقشوا، الطاح، شوف كم درك بين ما الطاح، نعرفش شحال كاينة اسمع من كيلومتر. اسمع، كم بين الطاح، انا ماشي كم من وسط كيلومتر الجغرافيا. بين الطاح، شوف كم. اه هذه دارتك انت، ارضك انت جاي أرضي تدافع أنت عنها ما على نعرفش اساس شحال فيها انت بكيلومتر، أنا دارنا ما نعرفش شحال فيها اصلا، بميت غير زيد. ودارك ومانك عارف داركم، داركم مانك عارف كم فيها من متر، ومصدعنا واه هنا في دوك أنا راه الصحراء هضروا على وحررناها. الصحراء، بقى معايا غير في شوف الصحراء. شوف شوف شوف، هو انا بقيت معاك في الصحراء، الطاح، الطاح من الطاح الى العيون المحتله قريب من 70 كيلومتر. ولكن راك راك أنا هضروا لك تبدل لي الموضوع. أنا ما نعرفش مش حكي أنا مشكله، بالكيلومتر، أنا قلت لك انا شوف المناطق شوف، المغربية اللي ما منين صلتوا بالمسيره الخضراء، هذه الخضراء راك هذه اللي، راك منين تقول صلتوا، شي منين واحد صلتوا، منين دخلتو شكون اللي استقبلكم، شكون اللي استقبلكم منين وصلتوا يستقبلنا للصحراء حتى دي؟ واحد. علاش حنا محتاجين شي واحد يستقبلنا في بلادنا؟ هو كانت في راها اسبانيا، بلادنا، اها غير كانت في غادي اسبانيا، نستناو يستقبلونا في بس بلادنا؟ غير حنا ما فهمت، مشيناش لبلاد اخرى. اسمعني اسمعني، وبلادكم حق بلادكم انتم كاع، ما خالكش ما هو بلادكم، العالم الكره الارضيه كامله لكم، منين مشيتوا للصحراء الغربيه شكون اللي استقبلكم؟ واش اسبانيا ولا الجنون الحمر ولا ما لقيتوا حد، ولا جريتوا عليهم بالحجار، ولا جريتوهم بالعصي، ولا جبتوا لهم القران، ولا قريتوا عليهم الرقيه، ولا شنو؟ قلت لي باذن الله، دخلنا باذن الله. حنا راني قلت لك ما غادي يستقبلنا حتى شي واحد، لان حنا هادي اولا حنا في بلادنا ما غاديش نستناو شي واحد يستقبلنا. ثانيا حنا مشينا عند العدو، مشينا عند العدو المستعمر شكون هو الغاشم العدو؟ اللي كان في الصحراء المغربيه اللي هو اسباني، ايه وجرينا عليه. ما ديك لقيتش، الساعه انتوما ما كنتوش اخويا، جريتوا علاش عليهم ديك باش، الساعه ما جبتوش الارض ديالكم باش من جريتوا ديالكم؟ عليهم باش، جريتوا وعلاش عليهم ديك باش، الساعه ما جبتوش الارض ديالكم؟ جريتوا عليهم فات باش، الاستعمار البرتغالي وفات الاستعمار جريتوا عليهم الاسباني، باش، علاش ما جبتوش الارض تاعكم ولو راكم انتوما جريتوا عليهم راكم باش، فيها؟ جريتوا عليهم باش. الرجال المغاربة، الرجال الحرار حروها غير باش باش، باش ما اش وقتها من حروها طريق، ما اش من طريقة، اش من طريق، شو من طريقة، المهم شوف حروها، شوف منين، المهم شوف منين، حرروها. اسمعني شوف انتوما شوف من، انتوما ما اسمعني حررتوهاش وما راكمش اسمع عايشين فيها، اسمع اسمع يعني اسمع لا بلا ما اسمع تطول الطريق زيد. اسمع اسمع، حررتوها باش، إلا حررتوها بالدبلوماسية قول لي حررناها بالدبلوماسية، حررتوها بالجيش قول لي رانا حررناها بالجيش، نعم حررتوها راها بالمعركة باش بالدبلوماسية حررتوها، والحكمة تاع المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، وأمر شنو هي باش نمشيو بلا سلاح بلا والو، منين وحررناها دخلتوا؟ بلا سلاح بلا والو. ايه منين سمعت؟ دخلتوا؟ منين دخلتوا؟ احنا هذا هو السؤال اللي انت يضرك ما بغيتش تفهمه. هذه منين دخلنا؟ احنا راه ما مشيناش لبلاد اخرى، رحنا في بلادنا. الصحراء راها مغربية، وبلادكم، هو اسمح لي، وبلادكم مشينا 92 عام هاكم للصحراء، فيها، وغير 92 عام هاكم فيها، كيفاش بلادكم؟ ومشينا للصحراء يا غير في بلادكم العادي. اسمح لي، شوف انا ما يقول لي بلادي 92 عام انت مالك فيها، منين كنت؟ وانا راني فيها، راه انت اللي ما راكش فيها، انت اللي راك في تيندو فيها اخي، 92 ماشي انا. عام، شوف 92 انا راني عام، في بلادي، انت اللي ما راكش في بلادي. 92 عام، 92 عام كانت فيها اسبانيا، انتم منين كنتم؟
واصلا اسمح لي اسمح لي، انا غادي نجاوبك على هذا السؤال. حنا اصلا رانا فيها، انتوما اللي ما فيه راكمش فيها وحده. ثاني حتى انت السبت، فمك في حتى السبت. الاخبار لا لا تقول شوف، لا ينزلك، لا الصحراء ينزلك، المغربيه لا والمحتل ينزلك، المبدا الاسباني لا ينزلك، لا ينزلك، لا ينزلك، لا ينزلك. وناقش معانا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك أخي محمد، وأنت كذلك إن شاء الله. مرحبا وسهلا، عيد مبارك للجميع الذين سمعوا علي معي. معك إن شاء الله، علي معك، ناقش عرفني نفسك. الأخ محمد من سكان مدينة ألمانيا، جنسية مغربية سكان الحمد مدينة لله. ألمانيا؟ سكان دولة ألمانيا، جنسية مغربية. أنا كنت سمعت شرف مدينة أنني نطلع هنايا مرحبا نناقش وسهلا. قضية كلاسيكية هي قضية الصحراء المغربية. أحترم قراراتك وأحترم رأيك. لا ما هي قراراتي، لا ما هي قراراتي، لا لا ما هي قراراتي، هذه وأتمنى أن ليست تحترم قراراتي. شوف هذه ليست الأخ قراراتي، محمد. هذه قرارات الشعب الصحراوي كامل. تفضل عندك وجهة نظر، اعطينا اعطينا انت الأخ لا عاد محمد، عندك التاريخ. هنا نحترم بعضنا. أنا أعطي رأيي وأعطي فكرتي. ألتمس من حضرتك أنك تعطيني دقيقتين فقط بدون قطع، دقيقتين، أجيب على دقيقتين فقط، أجيب دقيقتين على قصة، قصة لها نصف قرن اللي انت تختصرها في سموه في دقيقتين. وإمكانياتي المعرفية لا تتجاوز ذلك. ربما سيادتكم يلا تملكون تفضل، من المعرفة الكثير يلا تفضل، لكي تفيدوننا راني نحن. نسمعك دعي، راني لكن أنا نسمعك. عندك مشكلة، عندك مش اقلع الكيت والله، شي حالة عندك الكيت رن. أنا الآن تستمع إلي الأخ محمد؟ الحمد لله، لا نسمعك، تفضل. الحمد لله، مش مشكل. نناقش قضية سبتة مليريا. كثير من الإخوان وحتى حضرتك طرحتها، أنا أقول لك الإجابة. الكل يعرف بأن سبتة ومليلية مدن مغربية، لماذا لم تسترجع؟ محمد سأعطيك. محمد 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 الله يطول عمرك، شيلنا، اعطينا موضوع الصحراء الغربية، اعطينا تاريخها، اعطينا بماذا هي مغربية. مجموعة من شيوخ القبائل الصحراويون بايعوا محمد الخامس آنذاك، اوكي بينهم اوكي 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 من بينهم اوكي من اوكي بينهم اوكي اوكي العين. خليني اوكي أجيب، اوكي اوكي تطرح اوكي السؤال انا دعني معك، انا أجيب، معك، انا معك، انا معك، دعني انا أجيب. معك. ياك مجموعة من القبائل الصحراوية، ما إلا سولناك لك شكون هما هذو مجموعة من القبائل الصحراوية، ما كنت تعرفهم، تقول لي لا مجموعة من القبائل الصحراوية، اللي أنا سمعتها في الإعلام. بايعوا من؟ بايعوا محمد الخامس سلطان المغرب محمد الخامس آنذاك. أصله من أين؟ أصله من أين محمد الخامس؟ أصله مغربي من الدولة العلوية، جد عن جد من الدولة العلوية. أصله من أين؟ شوف يا أصله أخي من أين؟ محمد، أصله من أين؟ أصله من أين؟ تعطيني أصله، أسئلة، شوف تعطيني محمد أسئلة الخامس، لا 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 تاريخية. لا، شوف محمد المعهود عليك الخامس، أنك لست شوف ديمقراطي. شوف لا شوف تعطيني انا ماني الشعور، ديمقراطي، انا لا تعطيني مطلعك، حق شوف انا الجواب، مطلع، يعني أنك لست ديمقراطي. اسمع 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 تدافع اسمع عن قضية اسمع اسمع وتؤمن محمد بالديمقراطية، محمد خليني محمد أجيب عن، خليني محمد أجيب إلى آخر محمد لحظة. شوف محمد محمد، أنا يا أخي أنت أحاورك، إعلامي، أنت أنا إعلامي، واش بغيت أنت تسمعني؟ إعلامي واش نقطع لك وتؤمن الميكروفون؟ بلغة هاي الحوار، نقطع أنت الميكروفون، هاي إعلامي نقطع لك، تؤمن، أنا خليني نقطع لك خليني الميكروفون، أتمي. أها نقطع لك الميكروفون باش نسمعك. محمد الخامس أصله من أين؟ من أين جاء محمد الخامس؟ من أين جاء جد جد محمد الخامس؟ أنا عندك الميكروفون، وإلى ما التزمت بالحوار راح ننزلك. يلا وتفضل. تفضل. شوف يا أخ محمد، قول لي، شوف سؤالي واضح، سؤالي واضح، من أين أصل محمد الخامس وملاكم يوسف وكل السلاطين الذين حكموكم؟ مولانا الله سبحانه وتعالى وسلطاننا محمد الخامس وسلطاننا الحسن أصله الثاني من أين؟ وسلطاننا محمد السادس. أصله الإجابة من على أين؟ السؤال ديالك غادي خليني نعطيها الإرهاصات الأولية. أنت كإعلامي لن إذا تسيرني ولن نزلك، تقيد إذا ولن إذا لا نزلك، تقيدني وفق إذا ما نزلك، تهوى أنت، لأن لا نزلك، لا نزلك، باش ما تضيعنا الوقت. سؤالي واضح، محمد الخامس أصله عربي، عربي، ما هو مغربي. ثم ما عندكم حتى اللي يحكمكم، بس ما تضلنا عن الوقت. يتفرض علينا أنت هنا جمتك والله. اسماعيل مرحبا وسهلا، تفضل. أبغى أتكلم.
رقية، السلام عليكم. رقية تفضلي. رقية تفضلي. يعني بقى تكلمي هتقول. كبسوا كبسوا فضل. صدام مرحبا وسهلا. فتحي مرحبا وسهلا، تفضل. قادري مرحبا وسهلا. السلام عليكم أخ السلام محمد، عليكم. عيدك مبارك. أنت كذلك إن شاء الله، عيدك مبارك سعيد إن شاء الله، تعيد كل الزيد إن عام شاء الله. وأنت بخير، والشعب الصحراوي بخير إن شاء الله، الشعب آمين الفلسطيني، الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله بربي. آمين إن شاء الله طلعت آمين. نقول لك عيدك مبروك، وراني نسمع وأنت فيك. أوكي إن شاء الله. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا والله، إن شاء الله. مرحبا، مرحبا وسهلا والله، مرحبا. بارك الله. عفوا. حفاظ سكينة مرحبا وسهلا. أيوب تفضل. يوسف ما سولك وشو كنت في قناة الأولى ياك؟ أيها القاموس، منين تجي الحس، تجي طالع عند الناس قول السلام عليكم، قول أنا منين، يلا وانزل يا ولدي اللي أنت تأدب إن شاء الله، ارجع عند والديك يأدبوك وربوك، وهيك الساعات لا تطلعهم. سمية مرحبا وسهلا، كبسوا من فضلكم. السلام زكريا عليكم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا محمد، مرحبا وسهلا، وش الأحوال؟ عرفنا لاباس؟ بنفسك. لاباس الحمد لله ما أنا شاء الله. زكريا من الجزائر، مرحبا وسهلا، تفضل من اسمع. تلمسان. مرحبا وسهلا، مرحبا، مرحبا وسهلا اخويا زكريا. بغيت نطلع خويا محمد كي نقول لك صحة عيدك أنت وصحة عيد الصحراء الغربية كاملين، وانت وإن شاء الله كذلك إن السلام. شاء الله يا ربي كل عام وأنتم منورين، وكل عام وأنتم في القمة آمين إن شاء الله، إن شاء الله آمين، يا ربي. أنت كذلك إن شاء الله، وراكو مرحبا عزاز وراكو في القلب، والله جزاك الله نبغيكم من خير، عند ربي، نبغيكم نقسم لك جزاك بالله. الله، جزاك الله خير، جزاك صحة الله خير، عيدك وصحة أنت عيدنا بدري، إخوانا كاملين. بسلامة آمين إن شاء محمد الله، خوي. شكرا، مع السلامة، مرحبا وسهلا صحيت والله، خوي شكرا، محمد، صحة. صحيح، سلام والله، مرحبا، مرحبا وسهلا والله. حافة مرحبا وسهلا. كبسوا من فضلكم. عادل السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير، كل شيء مزيان. لاباس الحمد لله ما شاء الله، بخير الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. عرفنا بنفسك منين فضلك. معك عادل المضري. مرحبا وسهلا، تفضل. قد ناقش موضوع الصحراء يعني. ناقش مشكلة الصحراء الغربية، سميها أنت المغربية ولا سميها اللي بغيت، تفضل. الصحراء طبعا مغربية. باش باش مغربي. انا نقول لك اش مي كيطلع بنادم باش يتحاور معك، كتبدا تصفي عادل لان عادل عادل الجايه عادل ولا عادل الجايه عادل ولا كذا كذا، عادل كتنقص موضوع عادل الصحراء وخليك في عادل الصحراء. عادل، قال باش ما تضيع، باش ما تضيع لنا الوقت، اعطينا باش مغربي. باش مغربي يا رملي. دابا باش المشكل سان، لما عنده باش يدافع راه يتب فمي ماطل. سان من السلام عليكم. الصحراء. السلام وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم. صح عيدك، مرحبا محمد، وسهلا وش والله. رايك؟ صباح ما شاء الله بخير الحمد لله ما شاء الله، انت لباس. الله غير عيدك، نعيد عليك برك، نعيد على الأمة العربية. مرحبا وسهلا، فقط لا عرفنا بنفسك ومنين فضلك، والله مشكور والله. أمين أمين من إسبانيا، جزائري. مرحبا وسهلا، امين، مرحبا وسهلا، تفضل تفضل. سمعت لباس؟ لباس الحمد لله ما شاء الله، انت لباس. الحمد لله، والله الحمد لله. شو مرحبا وسهلا والله، غير نتفرج اللايف تاعك برك نفرح برك، وصاي نضحك شويه ونولي نهبط على مكان. هو ما يصلح للفكاهة. عدت الحوز على اللايف تاعك في التيك توك.
راهو في اليوتيوب، هذو الحلقات راهم في اليوتيوب اذا بغيتي اوكي تشاهد. اوكي والله غير شوف كي يحب يطلع لي المرار نروح لاباج تاعك نضحك شويه، صورتو كي تعجبني قلت له واش كيف تحت المنطه توا. وراك تحت المنطقة بقى يحرر كل شيء، بقى يحرر الصحراء الشرقية ويحرر اسمع الحاجه اللي تعجبني بك محمد لا ريبونس ساكت عاقل تجيبها له غير بالتي هي احسن بالبرد بالبارد، قلت له غير بالبارد. ويعجبني فيك حاجه والله عندك واحد الصبر لا اله الا الله، ونقول يعني سبحان الله كيف الانسان هذا ثقيل ويعرف كيف يريبوندي ما يتنرفى ما يتقلق ما يعني تعجبني صافي بالكالم. وبالصباع بالصباع عاد ايه يحوض بالصباح الصباع. وكما نقولوا احنا بالجزائريه ما تحلبش صافي، اللي تشوفوا بدا يخنتش هكذا والله هكذا يهبط ايه امشي اخطين هي قصر بارك تعرف صلي في القصر راسك. قصر ايه سالتك جاوبني قدر السؤال وصاي ما ضلش تفتي عليا. ها ايوه هما فاهم داخلين ها الجغبيل، داخلين ها الجغبيل، ها دخل منا خرج منا، ها الصحراء ها ما كذا، ها السيره الخضراء، ها وما كافحت انت يا هذه السيره الخضراء هذه المسيره تاعك هذه الخضراء وما على بالي. الناس ماتوا شهداء ماتوا لاخر بقى حر وطانم وانت قاعد نار طول تتفلسف عليا. هز على هز على سيادك وتقول لهم حررناها، بات حررها هذه تحررها تحت المنطقه كما قلت انت. الناس يجيبوا الاخر تاعه والله صدقني يا محمد غير توجور نحكي انا واحد صاحبي نقعد انا في قهوه نقول له يقول لي انت هذا واش راك تستغل فيه؟ نقول له اخويا انا يبرد لي قلبي، نقول له اخويا عنده واحد الجواب واحد الاجوبه يعطي لهم واحد لا ريبونس نبقى غير نضحك. هو هيا لانك وليت حاطط شوفه والله وليت يا محمد وليت على بالك من كثره اللي يشوفني توجور نستغل معاك وهذاك في نقعد انا وياه في قهوه نستغل معاك. ولا قال لي يقول لي انت وش علاش راك تشوف التليفون انت؟ نقول له راني نستغل في محمد يعجبني ساد عم بيرمي المخابرات عم سمكين المخابرات هولا قاعد هو غير المخابرات اللي قاعد يسير بيه في السواردو. هو واحد شوف قال لك خدام مع مخابرات محمد السادس، واحد قال لي خدام مع مخابرات الجزائر. انا ما نعرف مين كنت فاش خدام، انا سرقت فلوس المغرب، انا فرق فلوس المغرب كامل سرقتهم ديتهم من بنما وطرحتهم في سويسرا. راك تلقى في الصوارد انت سمعت، راك انت تلقى في الصوارد ما على باليش كيف هما باينت لهم يبداوا يدير لك في واحد تهم جايحه. انا قلت لهم شوف قلت لهم كراطن الفلوس المخابرات الجزائريه تمينا نطرحوا في الكراطين في الدروج اللي نتلاو الدروج عاد الجيران اللي جا ماشي وطالع مع الدروج يرفد كرتون ويمشي. ايه دوك انت على جال على حسب الحطه تاعك والاريكه تاعك راك قاعد عليها باين انت انسان عادي سمعت، انسان عادي داير لايف حاب يستفسر حاب يشوف اراء الناس وصاي تالي كوراني يشوف فيك في قصر ودير لايف ودير المشرفين ودير كذا انت غير ميكرو وكيتمان وراك تكافح فيهم. ها والله العيش هذا والله انا غير نبقى حاير فيه مسيرة. عندهم خيال عندهم خيال عندهم خيال واسع. هو درك هذا اللي يقول لك احنا مشينا للمسيرة وحررنا، والله ما هو عارف الصحراء وما هو عارف حتى كم بين مدينة ومدينة حتى يا حتى وجوست عايشين شوفه عايشين معايا ينقلوا غرف الاخبار عاش عاش هو قالك عاش عاش كون يقولوا مات يقولوا مات سمعت. المهم تبع برك تبع برك المهم على بالوش المغزى تاع الموضوع والله علاش راه يكافح والله علاش راه يهدر ما على بالوش. المهم الا قالوا مات مات، الا قالوا وقف وقف، والا قالوا رقد رقد انا نبقى غير نتفرجهم. والله سبحان الله لا فكر لا ثقافة. شوف روح اقرا تاريخك روح اقرا وثقف على تاريخك. انا نبقى والله نبقى غير نضحك انا على بالك كي نشوف. انا تعجبني كي تعطيهم الدق ما تحلبش كيما نقولوا احنا بالجزائريه ما تحلبش هاك شوف وش حوس طاطا المسيره وبغي يا ودي وش تحوس جاوبني قدر السؤال او يبدا يتلول لك ويبدا كي الحنش او وش راك تحوس راني اعطيني الجواب راني انا طرحت السؤال راسه مقبوض راسه تهنى منه الراس مقبوض عياشة يا ودي شوف عياشة هذو عياشة سمعت عياشة كيما تهدر معاه ما تسلكش. انا خطره قاعد نتحاور انا واحد قلت له والله غير حبيت نسقسيك برك قلت له انت يا سبته ومليل يعني ما تريكلامي وش عليها
قال لي يا ودي ومنطقة اقتصادية يا ودي. بصح شوف، قلت له شوف كاين ديفيروس ما بين العرض، عرضك الناس بكري وما تقول لي كانت ما كانش تقول لي، تقول لي اللي باع عرضه باع عرضه، اللي باع عرضه باع عرضه. قلت له انت يا شوف، ما عنده بعض. قلت له علاش، والله ما عنده واحد 3 ايام، قلت له انت يا علاش حبيت نسقسيك، قلت له انت يا على ما تدي 7 مليا وديرها منطقة اقتصادية، علاه يديوها هما ويديروها منطقة اقتصادية لهم؟ قلت له علاه ما تديها؟ آه قال لي جاية هكذا. قلت له ولي ذوق جاية هكذا. قلت له علاه ما تديهاش انت، علاه ما تديوهاش انتوما وديروها انتوما، استغلوها ارضكم وشرفكم وتستغلوها وديروها منطقة اقتصادية، سمعتوا، بوابة حدودية ما بينكم وما بين بالاخر، انتوما اللي تولي تكومونديو ماشي هما يكومونديو فيكم. ما بدا يتلون هاك، تعرف حكايه العياشه، تبدا يتلون ويسكت ويبدا هنا ومنا وطاطا والصحراء وطاطا. يا ودي روح جيب سبته ومليليه قبل اسيدي، روح جيب سبته ومليليه، ما هي قلت تحوس له ما انت، تحوس انت تروح لتندوف وتروح البشا يا حسره، وين رايح تصل انت السلام عليكم. راح السلام تصل انت؟ ها قلت له لا لا السلام عليكم. ما سقينا بك. وعليكم السلام الاخ هشام. لحظه لا اخي امين، ما سقينا بك، ما سقينا بجماعتك، ولكن ان شاء الله باش نعطوا فرصه صحتك اخي محمد. هاي يا مهم، خلي الله يا ربي يسلمك. يعاونك، ربي يعاونك اموه. مرحبا وسهلا والله، جزيرة شكرا. راه خارجين من المغرب، راه عنده كيا في قلبه. هاي صحه، مرحبا ربي وسهلا يعاونك ويوفقك اياه في عقابهم، في عقابهم. امين ان شاء الله. صح، قدرنا. حرقك المغرب في قلبك الجزائري. هشام، هشام واخويا اخويا هشام، محمد قول السلام عليكم والله وتكلم، راني عرف قلتها، راسك، عرف راني قلتها، نفسك من منين. راني قلتها. انت شوف ده داخل علينا صباط هون، احنا مطلعينك، اعطينا قيمه، وانت سبحان الله ما عندكم قيمه، سبحان الله ما عندكم احنا حتى اخويا قيمه. محمد احنا اتينا قيمه وطلعنا معاك. اها ما اها ما انا قاعد، انت قاعد اللي ماك مؤدب، قاعد ما عندك، ما تعدل عندي انا هون. نطلعوك، عدلنا فيها هون، فاهم؟ راس رشدي ولا ولا حمزة. مرحبا، تفضل. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، تفضل السلام حمزة. عليكم خويا محمد، مرحبا واش راك وسهلا، لاباس؟ ما شاء الله بخير، الحمد لله ما شاء الله بخير. رشدي مرحبا وسهلا، تفضل، عرفنا من خلاص الجزائر، نفسك. من الجزائر مرحبا وسهلا، حمزة من مرحبا وسهلا، الجزائر. مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا حمزة. والله راك كما يقول لك قايم بهم هاد العياشة هذوما. هو الواجب، لابد نعدلوا الواجب، إعادة التربية، خاصة مع إعادة التربية. كما كان يقول لك الأخ آمين اللي طلع معك دوكا من إسبانيا، قال لك علاه ما يجيبش سبته ومليليه. سبته ومليليه راهي جايه في البر، هو يخلي اللي يحارب في البر ويروح يحارب في الصحراء. انا عمري ما شفت واحد يخلي اللي ما يحارب في البر ويروح يحارب في الصحراء. يا اخي هما ما عندهم قرار، ما عندهم قرار، هو ما قرار الشعب، قرار الملك. نهار نقول لهم الملك مشوا بنعرف في لحوظ لحورسكم في المحيط الاطلسي، مشوا لحورسهم في المحيط الاطلسي. هذيك هي هم ديجا هم زادوا يوم تاع رمضان غير الملك، ما زادوش كاع لربي. والله ولد الصمد، العالم كامل شاف هلال شوال غير هما، الا هما في العالم ما شافوش هلال شوال. راسك يحبس. انا شفت فيديو، شفت فيديو قال لك عنهم هم وحدهم اللي على صواب في قضية رؤية الهلال، بل العالم العربي الإسلامي كامل خطأ. يخالفون المسلمين الأمة الإسلامية. دوك في العيد هو الأضحى كيفاه يديروا؟ حتى هما ايه وحدهم، المهم هو المهم هذوما راهم هو. جزاك الله عياش خير يوم. والله، جزاك الله صحيح، خير، بارك الله فيك. مرحبا وسهلا والله، صحيح، مرحبا بارك الله وسهلا، فيك. عيدك مبارك، مرحبا وسهلا والله. سفيان، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. اخ محمد، وش راك خويا؟ ما شاء الله بخير الحمد لله، ما شاء الله، انت لاباس؟ الحمد لله. اوك، سفيان من الجزائر ومقيم في فرنسا. مرحبا وسهلا اخ سفيان، مرحبا وسهلا، يا خويا الله يقدرك، والله غير راك مجاهد وراك تحارب وحدك هادو 36 مليون عياشة، ودير في بالك باللي راه 50 مليون جزائري وراك. الله يطول اقسم عمرك، بالله غير 50 مليون جزائري وراك. الله يطول عمرك، جزاك الله خير. ويجي هذا النهار على ويجي النهار ويجي النهار
تتحرر الصحراء الغربية ونديروا الحفلة مع بعضنا. طول تقصر بيك بلا بيك مورانا أولادنا، أقسم بالله غير الصحراء الغربية غير تدي الاستقلال تاعها، بإذن الله وما تعالى. ضاع حق وراءه طالب. أكيد والله، أكيد أكيد والله، أكيد والله. سمعت 40 سنة 50 سنة 10 سنين ممكن العام الجاي، المهم الصحراء الغربية أقسم بالله ما يعي إعلامها يرفرف في العيون حتى لهذيك وشاهدوا لها حتى الحدود، أكيد إن شاء الله، هذه أكيد متأكد منها يقين. أكيد إن شاء الله، أكيد إن شاء الله، أكيد. الله يسلمك هذه يا أخي الله يقدرك اللهم ونشكرك نسلم. على، وكما يقولوا برودة الأعصاب تاعك والجواب تاعك في محله، ما كاش أو طب جواب هي تاعك في محله. الاحترام، شوف الاحترام هو أهم شيء، الاحترام والتربية. الإنسان طلع يعبر باحترام، احنا ما عندنا يعبر يجي هون يعدل لنا هون، ذاك الشيء اللي يعدل في الشارع يجي يعدلوا عنه في التيك توك، ما نقبله منه. لا هذه صح. والله، الله مشكور، والله جزاك الله خيرا يا والله. أخويا بارك الله فيك، وراك كما يقولوا راك من أحفاد الأمير عبد القادر وعميروش، الله راك فوق كما يبارك. يقولوا، كما راك ديت كما المجاهدين والثوار تاعنا. كيف الله كيف يجازيك، الله يا أخويا، يجازيك. الله يقدرك، والسلام عليكم. وعليكم السلام والله. مرحبا وسهلا وعليكم بك، السلام. صح أخويا السلام. بارك الله فيك، مرحبا وسهلا والله، شكرا. شكرا. مرحبا وسهلا محمد، سلامة الله. مرحبا السلام وسهلا، عليكم، الله يسلمك، صحة عيدكم وكل عام صحة وانتم عليكم. بخير. مرحبا وسهلا بكم. خوك محمد حمودي من الجزائر، مرحبا وسهلا من الأخ حمود، الجزائر. مرحبا وسهلا الله والله، كيف يسلمك، حالك؟ بارك الله تمام، فيك. الله والله يا يسلمك. أخي، وش راني نتبع ونشوف الأسئلة اللي تطرحها، وفي نفس الوقت نحاول نشوف الإجابات نتاعهم، لأن الأسئلة اللي اقترحتها أنا في نفسي كنت نطرحها، وكنت دائما نحاول انني اجد اجابه من قبلهم هما في حد ذاتهم. في نفس الوقت كان عندي طرف اسئله ثانيه كنت نحاول انني نسمع اجابتها من عندهم هما، بصح لكن لا حياه لمن تنادي، ما عندهمش اجابه، يدخل يناقش وماهوش عارف واش راه يحضر، ماهوش عارف شنو الحاجه اللي راه. نعطيك مثال، مثلا انا هذه حبيت نفهمها، زوج قطرات وزيره الدفاع الاسبانيه تخرج وتعلق امام هذا الوزير تاعهم، هذا يسموه يطلب، بوريت. ايوه بوريطه ولا ما نعرف واش يقولوا، البوريطة. تقول باللي ان سبته وميله هذوما اسبانيتين ولا نقاش فيهم. بصح في نفس الوقت حبيت نشوف رد الفعل الدوله نتاعهم او الملك نتاعهم او الشعب نتاعهم، لا وجود لرد فعل تماما. هذه الحاجه الاولى. حاجه جديده، مثلا نعطيك مثال، درك خرجوا لنا فكره الصحراء الشرقيه. انا دائما نقول لهم الصحراء الشرقيه على اي اساس راكم تقولوا باللي كاينه صحراء شرقيه؟ وشني التاريخ؟ لا كون شفنا التاريخ يقول باللي ان الحدود الحقيقيه بالنسبه للجزائر هي وادي الملويه، وحنايا بقينا يعني لعدة اتفاقيات بقينا متمسكين بالحدود الحالية وما طالبناهاش، ما عدا لمنطقة صغيرة اللي هي يسموها العرجة، وكي حبينا نسترجعوها استرجعناها، ما قعدناش نهضروا ونحلوا في المعاملات في الباطل وفي الريح ومنطقة العرجة وتاعنا، لا لا، كي حبينا نسترجعوها رجعناها غير بالصمت، غير بمكبر الصوت، غير بمكبر الصوت قلنا اخرجوا خرجوا، ما كانش على ما دام اذا كانت الصحراء الشرقيه تحمل على ما يخرجوا. هذه الحاجه. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، احنا راك طرحت اسئله بالنسبه للصحراء، الصحراء الغربيه، لو كان نروح نشوف الواقع. افتح الميكروفون بفضلك رفيق، بعد نعطيك الكلمه ان شاء الله. شكرا. اذا شفنا الصحراء الغربية، انت طرحت عدة أسئلة ولحد الآن ما عندهمش إجابة فيها. وين كنتم قبل 75؟ وين كنتم يوم كانت إسبانيا محتلة المنطقة؟ وين كنتم؟ على ما دافعتوش عليها؟ علاش ما حررتوهاش بدمائكم؟ وين كنتم؟ هذا هو السؤال. واليوم جايين تحضروا وتقولوا باللي أن هذه المنطقة ليكم أنتم، كذا خلاص درك لا ليكم ما والو، راها في إطار ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة. في الآونة الأخيرة في اللحظة هذه اللي رانا نناقشوا في الموضوع، كاين جلسة مغلقة بقيادة مجلس الأمن وتحت رئاسة الاتحاد روسيا في إطار ما يسمى بإيجاد حل ما يسمى قضية الصحراء الغربية. بارك الله فيك وربي يعاونك في الطرح، والحق الله الحمد لله والله.
والله الا النقاشات ملي غنستافدوا منها الاخ، الله بارك يطمنك، الله فيك، مشكور والله، مرحبا بك وسهلا الله والله، يسلمك، شكرا جزيلا الله والله، الله يسلمك، يطول، بارك الله مرحبا فيك، وسهلا، بارك الله الله فيك، يطول، الله يعطيك مع الصحه، مع الله يعافيك، كذا، بصح مع حياتك. رفيق السلام عليكم. رفيق رفيق السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، عيدك مبارك اخويا محمد. عليناك ان شاء الله، مرحبا وسهلا والله، عيد مرحبا مبارك وسهلا. لكل الشعب الصحراوي الشقيق، امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. ودون ان ننسى مقاتلي الجيش العربي الصحراوي الاشوس لاخ المرابطين. رفيق فقط، لاخ رفيق فقط، اذا كان ممكن تعرفنا بنفسك بيسر من الناس يبغوا يعرفوا عنك. رفيق من الجزائر، مرحبا وسهلا، تفضل تفضل اخ بلد رفيق، المليون شهيد. والله يا اكيد، تفضل. تحياتنا وعيد مبارك أقول إلى كل أشقائنا في الصحراء الغربية الشقيقة، وتحية إكبار وإجلال لمقاتلين الجيش العربي الصحراوي الأشاوس. بالنسبة للعياشة، بالنسبة لي هما لا حدث، العياشة عندهم مرض خطير، هو مرض الهروب إلى الأمام مثل المخزن العلوي. طبعا على ما أظن أكيد أن الشعب والقيادة الصحراوية أصبح لهم من الخبرة والحنكة السياسية والحنكة النضالية ليجعلهم يتمكنوا من تجاوز هذه الصعوبات إن شاء الله. ورانا معاكم ولن نتخلى عنكم إن شاء الله، وما كمش علينا. راهم العياش يروجوا في بعض الأكاذيب ويحبوا يغسلوا بعض العقول الضعيفة أنه الجمهورية العربية الصحراوية واللاجئين خاوتنا، راهم تاج فوق لساننا، صحراويين راهم عبء على الجزائر، أبدا ومستحيل، بالعكس مرحبا بهم ورانا معهم ولن نتخلى عنهم إلى الأبد. والسلام عليكم، وتحية مرة أخرى إلى مقاتلين الجيش الصحراوي الأشاوس، ما نساوهمش خويا محمد، ديما تحية لهم ما نساوهمش. أكيد أكيد أكيد، دائما دائما حاضر. من فضلك خويا محمد، مشاهدونا كذلك، ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال، انا ابن مقاتل من جيش التحرير الوطني الجزائري، بابا كان مجاهد في جيش التحرير الوطني، ونعرف قيمة التضحية وقيمة الجهاد وقيمة الكفاح والنضال كغيري من الشعب الجزائري. ما شاء الله ما شاء الله. وخويا محمد، من فضلك من فضلك من فضلك، بلغ تحياتي إلى الدكتور والدبلوماسي المحنك بوشراي البشير. إن شاء الله إن شاء الله. من فضلك من فضلك، راني نحترمه. نعم؟ قلت لك من خلال اللايف إن شاء الله نبلغوا له تحياتي. إن شاء الله، راح ما شاء الله قام في الدبلوماسية، وقام في الحوار والنقاش، ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير والله. نعم، وتحياتنا، وإن شاء الله راني نتواصل معك مرة أخرى، وتحية للجمهورية العربية الصحراوية، وإلى الأمام. ما تفشلوش ان شاء الله، ما تفشلوش. مشكور والله. والسلام عليكم، والسلام عليكم. شكرا اخويا محمد، صحة. شكرا، سلام، في امان الله اخويا، صحة. مرحبا والله، شكرا. يعني بعد مرحبا وسهلا، وكبسوا من فضلكم، كبسوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا اخي. الله يخليك. حنا بعل من مدينة سوسة التونسية. مرحبا وسهلا والله، تسلم، مرحبا بك. الله يخليك. أول مرة. التحية لكل الشعب الصحراوي وإخواننا اللي يستمعوا إلينا الآن. مرحبا بكم، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله تحققوا الاستقلال في القريب العاجل، وتكونوا دولتكم ونظامكم، وتولي الزيارات يعني متبادلة، ودولة قائمة الذات يا رب. بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. كيف إن شاء الله إن شاء الله. كيف يا سي محمد؟ كيف حال أهالينا في تونس؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله بخير، الحمد لله. أنتم يعني الأخوة في تونس عاداكم الاحتلال، أن ذاك لما استقبل الرئيس إبراهيم غالي، يعني استقبل من طرف الرئيس قيس من وقتها، من وقتها ما نعرفش كيف شيء. هو رب ذرة نافعة كما يقال هكا في المثل. نحن دائما نراهم على الشعوب المستضعفة والمستعمرة واللي طالب بالحرية، دائما نساندوهم في أي مكان من العالم، وخاصة الشعب الصحراوي العربي المسلم الشقيق. إن شاء الله ربي ينصركم وتحققوا استقلالكم. وأني خويا شوف النقطة اللي مش نحب نثيرها، ولو أن يعني الحكومة المغربية يعني ما نعرفش منتبهات لها وإلا لا، يعني طالت الأزمة هذه يعني عندها كم من سنة،
وهذا شعب متمسك، اي شعب متمسك بحريته وعنده ثوابته وعنده ارضه، وشعب يعني قائم الذات والدول الكل مستعرفه به والامم المتحده. السؤال الذي يطرح الان، كيف لهذه الدوله المغربيه ان تضم شعب معادي لها ما يكن لها حتى اي احترام او قرابه او انتماء؟ كيفاش في يوم من الايام هذه الدافع انها تحب تستعمره وتضمه الى ارضها وتصبح تحكم فيه؟ اخي باش تحكم انت في شعب يكلك كل العداوه وما يحترمكش وما هوش شعبك، ما هوش يعني منتمي ليك، كيفاش مش تحكمه يوم اخر بالحديد والنار؟ مش تحكمه بالسلاح؟ مش تطوعه بالقوه؟ هذا اللي ما هوش مدرك. هذه عقلية الاستعماري، عقلية الاستعماري يعني لا يطرح هذه الأسئلة. الاستعماري يأتي من أجل المصالح الاقتصادية، تعتقد على أنه هو اليوم علاقته بموضوع الصحراء الغربية هي علاقة شعب. هو لا ينظر، هو أصلا مكره يبيد الشعب الصحراوي عن بكرة أبيه في أرض الصحراء الغربية ويغرق بالمستوطنين، وهذا الذي حدث عندنا احنا. يعني نحن اليوم قلة قليلة في المناطق المحتلة، وعندنا نسبة كبيرة جدا من المستوطنين الذين أتى بهم الاحتلال باش يستوطنوا في أرضنا. النظام الملكي علاقته بأرض الصحراء الغربية هي علاقة الثروات، هي الفوسفات، لأنه عن طريق الفوسفات هو يصنف ثاني مستورد، ثاني مصدر للفوسفات في العالم، عن طريق الثروة السمكية، مجموع كل ما يبيعه المخزن للعالم من الثروات السمكية باسم المغرب، هي 99% منها تأتي من شواطئ الصحراء الغربية. هي أنه غدا إذا فقد الصحراء الغربية سيفقد 90% من الموارد السمكية التي يبيعها للعالم. صحيح. يعني هو ينظر إلى هذا الأمر كقضية حياة أو موت، لأنه في حال حلت مشكلة الصحراء الغربية واستقلت، المخزن والملكية انتهت في المغرب. صحيح، سيصيبه الإفلاس، إفلاس تام. سيصيبه الإفلاس وسيدخل في مشاكل مع شعبه لأنه كذب عليهم من نصف قرن. صحيح. والجنرالات في الجيش الذين يعني تم إلهاؤهم بموضوع الصحراء الغربية، لأنه قادة الجيش في السبعينات كانوا ينفذون انقلابات على الحسن الثاني، وكان الحسن الثاني مضطر لأنه يخلق لهم قضية يعني تصرف نظرهم عن النظر دائما إلى الملكية. لذلك أحدث لهم قضية، صنع لهم قضية قالها قضية الصحراء الغربية، وأصبحوا منشغلين فيها. يعني الكولونيل في الصحراء الغربية، الجنرالات في الصحراء الغربية، بل حتى الجنرالات اليوم، جنرالات في المغرب يتوفرون على رخص الصيد في أعالي البحار. وحينما أقول رخص الصيد في أعالي البحار فهي رخص يعني تذر الملايين، تذر قد نقول لك تصل إلى 200,000 يورو في الشهر. صح، صحيح. الشهر. إذن كيف بجنرال هو يشارك في الريع أن ينفذ انقلابا على الملكي؟ إذن هذه واحدة من الأسباب التي تجعل المخزن يستثمر كثيرا في هذا الموضوع. صحيح. مرة أخرى أخويا نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله تحققوا استقلالكم في القريب العاجل، إن شاء الله مع نهاية 2023 تكونوا دولتكم وحكومتكم وعلمكم ودولابكم الكلي. ومرحبا بكم في تونس. بيك وعلا والله، بيك وعلا والله، جزاك الله خيرا والله الأخ حنب علي، والله جزاك الله خيرا. شكرا. وبلغنا كذلك تحياتنا لكل من يساند القضية الصحراوية في تونس الشامخة، تونس الأحرار أيضا، لأنه الأحرار يعرفون الأحرار. صحيح، بارك الله فيك وإن شاء الله نهاركم زين. عايش عايش خويا. مرحبا وسهلا والله، مرحبا، شكرا. مدي راني أرسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت صحراوي؟ وأقول السلام عليكم. السلام عليكم. أنا فلان بن فلان من المكان. أنا فلان. اسمح لي. أنت منين تجي؟ اسمح لي، اسمح لي يا أخي، شوف أنت يا أخي منين تجي تدخل شي دار؟ واش تفتح الباب وتدخل؟ لا حاشا. شو تعدل من تجي شي دار؟ شو تعدل؟ اندق في الباب. هو من يفتحوا لك الباب شو تقول له؟ السلام عليكم. تقول لهم شكون انت ولا ما تقول لهم شكون انت؟ نقول لهم انا شكون. ايوا قلنا شكون انت. قلنا شكون انت ومن منين؟ وهيك الساعه نناقشوا معاك. السلام عليكم. انا مغربي. انا مغربي ساكن في الاسبان. اسمك؟ مهدي. مهدي مرحبا، يلا تفضل اعطينا مشكله الصحراء الغربيه، تكلمنا على مشكله الصحراء ودير في بالك على انه راك شخصا نزلوا، كاين هذا الصبع ينزلك،
لا تريد تناقش معنا الموضوع عام، مرحبا بيكون سهل، لا هي تضيع لنا الوقت لا هي ننزلو. انا ما ماشي باغي نضيع الوقت، ولكن عندك اللي عارف هي الصحراء مغربيه. اوكي باش باش اعطيني هاي الصحراء باش مغربي، اشرح لنا باش هي مغربيه وفهمنا وقلنا تاريخها وخلي بعد الاستقلال، بعد الاستقلال في محمد الخامس الله يرحمه جاب الاستقلال بأن الصحراء مغربية. كيفاش جاب الاستقلال في هذه الصحراء المغربية؟ شو من ساعة، شو من سنة أنتم استقلتوا؟ ها؟ في الخمسينيات. ها؟ في الخمسينيات. ايوه والمسيرة أنت كان. المسيرة الخضراء ما بقيتش عاقل بالضبط، مي عارف بأن بقيتش عاقل. هو هي حاجة باش نجد. هاي الصحراء هذا هذاك هذا انت هذا التاريخ عندك مخلط مخلط. محمد الخامس قال، محمد الخامس ايش قال؟ محمد الخامس اعطيني ايش قال؟ هذا محمد الخامس قال ايش قال لكم انتم؟ أنا خدام بدي أعرف الصحراء خدام بأنها شيكوري مغربية ماشي خدام شي صحراوية. خدمه ولا خدام في البني ولا شو؟ يمكن ولا أنا ذاك صداع شي ناس كي يبنيو الفوق. ابن الفوق. اوكي وقلنا يلا حكي لنا هذا، حكي لنا هذا التاريخ، حكي لنا هذه المسيره، وحكي لنا حكي لنا هذا الصح باش نعرفوا احنا ربما نعود احنا غالطين، ممكن نعودوا غالطين احنا، تعود الامم المتحده حتى هي غالطه. علاش الأمم المتحدة هي غالطة؟ الامم المتحده تعتبر الصحراء الغربيه قضيه تصفيه استعمار، وعندها لجنه اسمها تصفيه الاستعمار تعقدها سنويا، وجهة المغرب كيف ما تجيها جابت البوليزاريو وحاطه واحد البعثين، قال البعثه الامميه لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه. هذه البعثه ما كاينه لا في اكادير لا في الرباط لا في الدار البيضاء لا كذا، ولكن كاينه في الصحراء الغربيه، وهذه الصحراء الغربيه فيها ناسها فيها شعبها عندها شعبها، واحنا المغاربه ما نعرفهم قبل 75، ما عندنا لا قائد لا باشا لا عامل لا اداره لا مليك لا حتى حد من المغرب. احنا اول حد لقيناه منكم 75. ايوا منين كنتوا؟ منين كنتوا في هذه الصحراء اللي كنتوا تقولوا انتم مغربيه قبل 75؟ منين كنتوا؟ كنتوا تحت التراب؟ كنتوا في الانفاق؟ كنتوا ساكنين فوق البحار؟ منين كنتوا؟ يا ابو عطين علاش انت كتقول الصحراء غربيه؟ بغيت نعرف هذا السؤال، بغيت نطرحه لك، علاش كتقول الصحراء غربيه؟ أنا ماني قايل الصحراء الغربية، والأمم المتحدة قايل الصحراء الغربية، العالم قايل الصحراء الغربية، العالم، أنت وحدك وهذوك العياشة كاملين في المغرب اللي تقولوا الصحراء مغربية. واش في راسك بأنه مؤخرا قناة فرنسية في فرنسا طردت مذيع لأنه قال الصحراء المغربية؟ في راسك ولا ما في راسك؟ ها؟ في راسك؟ هو تكلم الصحراء مغربية. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحيح خويا، صحيح معك فراس من الجزائر. مرحبا وسهلا اخي فراس، مرحبا وسهلا، كيف حالك؟ خويا صباح صباح الحمد لله، عيطت بيا كل لاباس. كل شيء بخير الحمد لله، ما شاء الله الله يسلمك. الحمد لله، ربي ينصركم وينصر كل الصحراء. وعندي واحد العتاب صغير عليك يا محمد، سمعت واحد اللايف، مرحبا اللايف وسهلا. واحد قلت له في اليوتيوب، سمعتك تحكي على حسن الدرهم. قلت ايه مرحبا قلت له وسهلا. نحترمك وحنا نعرفه انه ما كانش احترام لا الانسان لا لا خاين. لا 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 شوف، لا لا شوف، كان قلت نحترمه كشخص وما نحترمه كمنصب، انا عارف شو نقول فيما يتعلق ب، بس عندنا احنا عندنا ربما انتم ما عارفين احنا عندنا حساسيات،
احنا من نمارس مهنة الصحافة احنا نتكلم عن مهنة الشخص، ما نتكلم عن الشخص. انا احتار من الشخص ولكن ما نحتار من المهنة اللي يقوم بها. تفضل. وانا حسب رايي هنا وحسب ما شفت وتشبعت، وهذا حسن الدرهم وعائله الدرهم وكل شيء، انه خاينين القضيه الصحراويه. نعم ويستنزفوا من الثروات الصحراويين. نعم ولكن نحترمه كشخص كانسان، ولكن ما نحترمه كمهنه. الدور اللي قايم به ما نحترمه فيه. هذا شوي خاطر يبقى محمد، انا قلت لك هكذا، خاطر الفيديو تاعك راه يبقى للتاريخ. لا يا اخي شوف التاريخ يا الاخ فراس، شوف هذا رايك انت، نحترم رايك ولكن انا عندي رايي ونحترم باش نحترم رايك على كل حال. وحبيت نقول للمغاربه بركة يكفيكم من النفاق، انتم تجوا عند الصحراوه وتقولوا لهم شو اسمه راكم عايشين في خيم في الجزائر، وتروحوا للجزيرية تقول لهم الدوله الجزائريه نصفت كل دراهمها في الصحراوه. ما هذا النفاق غير منطبق. وزيد حاجه اخرى، شفت ما شفت حتى ناس في الدنيا حر اراضيهم شو اسمه تحررت اراضيهم بالمسيره غير عند المغاربه، وما دخلوا للصحراء اصلا، ما دخلوش المسيره هذه، ما دخلتش رعبوهم ولا شو داروا لهم الرعب ولا دو. جزاك الله خيرا اخي فراس، شكرا جزيلا على المداخله والله. شكرا سامحني يا اخوي. لا ما في مشكله. مرحبا سام، مرحبا. عزيز السلام عليكم. عزيز تفضل. عزيز محسن حسن ارسل ارسل. محسن السلام عليكم. عيد مبارك سعيد. علينا كيف حالك؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. عرفنا بنفسك من وين فضلك؟ أنا من القصر الكبير من المغرب. مرحبا وسهلا، تفضل. مرحبا. مرحبا. الصحراء ليس بأمازيغية، الصحراء عربية. عربية عريبات. اما هذا الاخ اللي كيهضر على محسن، محسن على الصحراء، محسن السيد اللي كيهضر على الصحراء، محسن 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 شوف اشرح لنا بها. انت تقول صحراء مغربيه، الصحراء مغربيه والصحراء. محسن شوف محسن اقلع هذاك الكيت رانا كتحركوا راه يزعجنا في الصحراء. الصحراء كان كي من عهد محمد الخامس وهو كان كيطالبها من عاد كان كيدافع عن الجزائر. الجزائر كان محسن، محسن طفي التلفزيون. طفي التلفزيون راك قطعت الصوت في التلفزيون. نعم اقطع صوت التلفزيون. اما الجزائر كانت لا شيء، كانت تحت سيطرة الاستعمار. نعم هذا راك في هذا راك في الطيارة هذا. السلام عليكم مزاهر. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك سمعت تليفون. عرفنا بنفسك، عرفنا بنفسك باش نعرفك من مين فضلك. سمعتي الخبز ياك مغرب شباب. عرفنا بنفسك يا القاموس، يا القاموس اللي ما رقب الابطوار. راهي الناس اللي تتكلم عن الخبز، لا البهايم هي اللي تتكلم عن الخبز. شبعك المغرب الخبز. ساكن. عزيز
ما كنسمعكش ما كنسمعكش، تسمعني انت؟ سكت التلفزيون، سكت التلفزيون، راه عندك التلفزيون صداع. تسمعني عزيز؟ تسمعني عزيز؟ مشي شي بيت وحدك وكفر عليك الباب. تسمعني دروك؟ نسمعك هاك، تفضل عرفنا من نفسك مني. انت قلتي عرفتيني، قلتي لي عزيز. ماني عارف، راه كاين اللي يكتب عزيز هو محمد، وكاين اللي يكتب لا لا عزيز. انا مثلا انا مثلا بدلش الجلده. ويلا قولني عزيز من منين؟ بغيتي نسولك انت اخويا رضا. هو صافي نزلوك، صافي نزلوك. يلا اسمع. لا نزلوك، ما بغيت نعدلو بك. السلام عليكم مصطفى. الو السلام عليكم. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. يا خويا محمد بخير؟ ما شاء الله بخير، الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. ما اخويا مصطفى من الداخله. مرحبا وسهلا، تفضل. خويا الصحراء مغربيه. باش. الصحراء مغربيه. باش مغربي. الصحراء المغربيه باش انت قناه العيون. انت قناه العيون تقول عاشر مالك والصحراء المغربيه، نسيتي راسك؟ واش نسيتي؟ واش نسيتي باش انت في صحف؟ واش انت قناه العيون صحفي؟ مصطفى مصطفى. نعم خويا. نعم سيدي. الشخص انا ما عندها ما تفيدك بشي، الا عاد عندك شيء يثبت هذه مغربيه الصحراء قدموا لنا، الا عاد لا لا انت ما انت نزلوك، اذا نزلوك تنزل. تبغى تنزل؟ باش انت صحفي انت تقول الصحراء المغربيه، انت الصحراء المغربيه. هذا الصبع شفت؟ تقول الشيء اللي بغيتي. ايوا شفت، ايوا شفت، راه شفت هذا الصبع هو اللي نسى اللي بغيتي. شات الخير على زعير. مساك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي انا بغيت نقول لك الصحراء المغربيه وانت عارفوني. شوف سامي انا شوف الصحراء المغربيه والسنغال المغربيه وموريتانيا مغربيه والكره الارضيه كامله مغربيه. يا غير منين جيت شي دار، نجي شي دار وتصوني على الدار؟ واش تجي تفتح الدار ولا تصوني وحتى يفتحوا لك الناس وتقول لهم انا فلان بن فلان وتدخل؟ اخي اعطيني انت انها ليست مغربيه، اعطيني تدعي عليها لانها ليست مغربيه. واعطينا، عرفنا انت براسك، عرفنا براسك، عرفنا براسك ومن منين، عرفنا براسك سابق ما تقولنا لا صحراء. سامي مغربي. انا سامي مغربي. سامي من منين؟ من منين؟ مغربي مليون في المية، اصولي بربر. مليون في المية؟ مليون في المية شنو؟ من اكادير، من اكادير سوسيا يعني. بربر. يلا يلا اعطينا 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 هذه الصحراء باش اعطينا انت انها ليست مغربيه، واعطيني ان الجزائر ليست من ارض مغربيه. الجزائر ارض مغربيه. اذا ضيعنا الوقت، اذا ضيعنا. ايوا ضيع اخويا، انت راك ابتدائي، خائنات موت خائن. يلا انا خائن، انا اللي خائن. امسك شهاده طبيه ما عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام فارس. فاخويا محمد لاباس؟ كيف حالك لاباس؟ الحمد لله. معك فارس من بومرداس الجزائر. مرحبا وسهلا اخ فارس. تحيه الصحراء العرب. تحيه صحراء. مرحبا وسهلا والله. صح عيدكم. صح عيدك. مرحبا وسهلا والمغل لهم اذا خلصوا لكم اقلام التلود. هذا ماك حوام ساكن. يلا ما نسمعوك، عندك مشكله. سمعني محمد. عندك مشكله في التغطيه يمكن. المهم صح عيدكم، نقول لك صح عيدكم. سلام عليكم. مرحبا وسهلا والله. شكرا صح تهبطني، معليش. صح عيدكم، عيدكم مبروك ان شاء الله. كذلك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام حكيم، مرحبا وسهلا. داري اخي بخير؟ لاباس الحمد لله ما شاء الله، كل شيء بخير الحمد لله. ابغى الحمد لله ابغى نسولك، من كنتي خدام في الاذاعه علاش كنتي تقول صحراء مغربيه؟ عرفنا براسك، عرفنا براسك، قلنا انت من مغربي. مغربي. اسمك مغربي. اسمك سميتي عبد الحكيم. عبد الحكيم. هلا ونقسم. من منين حق الحكيم؟ انا من كازا. من كازا. تقول صحراء مغربيه ولا غربيه؟ ولكن انت ملي كنت تخدم الاذاعه علاش كنت تقول صحراء مغربيه؟ واش ننزلوك؟ واش ننزلوك؟ واش طلعت باش ننزلوك؟ لا جاوبني على هذا السؤال، علاش كنت ملي كنت تخدم؟ هو ننزلوك وصافي. ننزلوك وصافي. لا باش ما تضيعنا الوقت. باش ما تضيعنا الوقت. اش نقول لك؟
لا في شوف تحت العيالات في السكنات. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. مرحبا وسهلا. معك ياسين مغربي أبان عن جد من مدينة مراكش. مرحبا وسهلا تفضل. عندك تقول الصحراء مغربية ولا غربية؟ طبيعة الحال أخويا السؤال بغيتي تقولوا لي الصحراء يلا. مغربية يلا أعطينا باش أعطينا باش مغربي. أنت كتقول من 75 عاد شتو الصحراء عاد شتو المغاربة وشتو؟ قول لنا باش الصحراء مغربية. مورا الاستقلال مورا الستينات مورا الستينات دارت المسيرة الخضراء، المسيرة الخضراء دارت في 75، 75 تحررت الصحراء من كانوا فيها الإسبان، وكانت الحدود تاع المغرب، الحدود ديال المغرب كانت تل ديك تندوف اللي ساكن فيها أنت دابا. واش ثاني؟ وموريطانيا بداتها، موريطانيا بداتها راه كانت تعترف بها المغربية باش دار المؤتمر الإسلامي اللي تعاونت به فلسطين. أعطيني أنت قول لي الصحراء باش غربية. شوف 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 ياسين ياسين راك خلطنا هنا واحد تخليطة كبيرة. لا ما مخلط والو. اسمع 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 أعطيني وذنك. تندوف الكوب، موريطانيا الكوب، الصحراء الغربية الكوب، السنغال الكوب، اسمع مالي الكوب، جيبوتي الكوب، سبتة وبليليا الكوب. اسمع 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 حاور معايا باللوجيك. أو شوف قلنا موريتانيا أين تعطيتوها لموريتانيا؟ موريتانيا على حسب ما عرفنا حنايا ماشي عطينا احنا اعترفنا بها، اعترفنا بموريتانيا. أه شوف 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 اسمع لي شوف موريتانيا قلت لي لنا موريتانيا نا اعطيتوها في اطار من عفاش المؤتمر الاسلامي. اسمعني شوف. اسمعني شنو الحدود شنو الحدود معناها على انه هاي موريتانيا لكم كانت لكم لكم في حدودكم لكم موريتانيا امتى اعطيتوها في سبيل الله؟ انت تصدقتوا بها على الموريتانيين اعطيتوها لهم في سبيل الله انت. شوف حنا هادشي اللي معروف. دابا قول لي السي محمد انت قول لي الصحراء باش غربيه. خليني من الامم المتحده تقول لي الامم المتحده نقول شوف شوف اسمع اسبانيا دخلت علينا في 1884 دخلت علينا الصحراء الغربيه اسبانيا 1884. شكون نتوما اللي دخلت عليكم شكون نتوما اللي دخلت عليكم الصبليون؟ واش انت قلت لي نجاوبك؟ خليني نجاوبك. واخا جاوبني. اللي عاد زربان على الجواب ما بلا ما نخليك تقول لي بغيت. لا نخليك تجاوبني على خاطر. بغيت شوف انت خليك نقول قول لي بغيت. لا 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 ولكن راه الناس راه عندهم عقلهم عندهم اذنيهم الناس راه يتحلل. راك انتم لا راكم عايشين في واحد الوهم. احنا جاتنا اسبانيا 1884 احنا نقالنا الشعب الصحراوي. احنا سمينا الشعب الصحراوي. احنا جاتنا اسبانيا 1884 فوتت عندنا 92 سنه وهي معانا ادارتها معانا مدارسها معانا مطاراتها معانا شركاتها معانا. انتم كمغاربه منين كنتوا اذا كانت هي الارض لكم فين كنتوا انتم؟ واش كنتوا معانا ولا كنتوا في المغرب ولا انتم تعتبرونا احنا مغاربه؟ واخا نجاوبك على هذا السؤال هذا. كانوا يعني المغاربه ديك الساعه في عهد الاستعمار شحال من دوله كانت مستعمره المغرب؟ كانت البرتغال والصبليون وفرنسا. كانت الصحراء مغربية ولكن مستعمرة من طرف الإسبان. أوكي هذه 92 أسمعني هذه 92 عام. إحنا ما كان عندنا عامل تابع للمغرب، ما كان عندنا قائد، ما كان عندنا باشا، ما كان عندنا مقدم، ما كان عندنا شيخ، ما كانت عندنا مدرسة مغربية، ما كان عندنا جامع مغربي، ما كاين قبورتكم انتم كمغاربه، ما كانوا مغاربه، ما كانوا مراكشي. اسمح لي انا شوف انا غير ثبت لي باش انتم مغاربه باش هذه الارض مغربيه هذه 92 عام. اسمعني شاب عندك باش تثبت لي. انا نقول لك اذا كانت هذه الارض مغربيه معناها انكم انتم فيها والاداره فيها والسلطه فيها. فين هي هذه السلطة 92 عام؟ احنا فيها الحمد لله. دابا الصحراويين شكون الصحراويين اللي تهضر عليهم ترى عايشين بخير وعلى خير داخل العيون طنطان في جيجل حتى القرقارات كلشي عايش بخير وعلى خير وتيقول عاش الملك. علاش ياسين انا نسولك على 92 عام
قول لي هاد 92 عام فين كنتو نتوما كمغاربة قبل ما تجو نتوما بالمسيرة؟ علاش تجو في المسيرة إلا كانت هذه الأرض أرضكم بلا ما تجو في المسيرة؟ كانت مستعمرة، كانت أرض مستعمرة، كان المغرب كان ديك الساعة كان ضعيف مستعمر من طرف ثلاثة دول. قاومتو أوكي وقاومتو وقاومتو ياك قاومتو ياك خرجتهم بوليزاريو. عطينا المعارك اللي خدتوهم ضد إسبانيا. ما تخدرتش معركة مع إسبانيا. إسبانيا باش مشاو لها بدون سلاح. باش قاومتو باش قاومتو بدون سلاح مشات باش قاومتو. شوف اسمعني هذه 92 سنة باش قاومتو نتوما باش قاومتو فزت ياك إسبانيا كاينة باش قاومتو نتوما في الصحراء الغربية باش قاومتو؟ خرجنا إسبانيا خرجنا إسبانيا بلا سلاح ولا نقطة دم بلا سلاح. وكان امر شوف شوف صوت لي وخليني وخليني نهضر انا خليتك تهضر. اذا روسيا روسيا تخرج اوكرانيا بلا سلاح تدي لهم المسيره. شوف عدل شوف عدل المسيره. اسمع 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 الجزائر حتى هي تخرج فرنسا بالمسيره تعدل المسيره والسلام عليكم. لا شعد 130 عام لا الجزائر شوف اسمع اسمع شوف عاونت المغرب باش تخرج الاستقلال. واش غتعاون واش غتعاون انتم وانتم معاون تحتو الجيش التحرير؟ شوف وانتم تعاون وانتم راكم وانتم ماكم كاينين امدادات من المغرب وانتم ماكم كاينين وانتم شوف انتم ماكم كاينين لا وجود لكم انتم ماكم كاينين راه انتم انتم اش تعاونوا اش تعاونوا اش مرتزقه جابها القذافي جابها القذافي حطها تما تيمولها على اساس شوف خلاصه القول البوليزاريو هي واحد اللعبه تيلعبوا بها الجنرالات الجزائريه باش يلقاو منفذ المحيط الاطلسي وداكشي اللي ما عمره غادي يكون. وعاش الملك وانت راه عشتي في المغرب وانت دابا تتنكر انت خير المغرب عشتي وعشتي كملتي واش كنتي بالاذاعه كنتي كتقول كتقول الصحراء المغربيه. شوف كملت بالتاريخ كملت التاريخ صافي كمل التاريخ صافي كملت التاريخ كمل كمل التاريخ ما عمرش يكمل كمل التاريخ ما تيكملش راكم شوفوا وانتم ماكم كاينين. شوف يقول لي سي محمد انتم عندكم جوج مقحلات وباغيو تهضروا على مملكه انتم عندكم جوج مقحلات. مشي يا ولدي مشي مشي تلعب مشي ما انا كنقول ما انا قايل شي جوج مقحلات تبا كاع ما عندكم ما عندكم حتى 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 الذراع اللي في الدرع. محمد شحالك شحالك لباس يا خير خير طري باس مبارك عيدك عيدك لباس عليك يا خير طري باس الحمد لله الحمد لله ما شاء الله سهل وين الحمد لله والله مرحبا وياك الامور زينه يا خير ما شاء الله بخير الحمد لله ما شاء الله طري باس تحياتيت ساكت ساكت والله مخسرين انتيليجنت قال لك الاصحاب المغرب انتيليجنت اللهم ساكنه واخاين المسيره ما يعدلوا مسيره شرطتهم ليبيا كان يحررها لا لا يرسلوها لفلاديمير بوتين حرر بها اوكران الله يا وزير مرحبا تسالت مرحبا ان شاء الله مرحبا سال الله مرحبا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش كاين أخي بخير؟ لباس الحمد لله ما شاء الله بخير. الحمد لله مرحبا مرحبا. عرفنا براسك من منين؟ أنا سيدي أنا من العيون. اسمك؟ اسمي إن شاء الله محمد. ها؟ محمد. إيه تفضل. تك أنا من العيون. من الصحراء المغربية. تفضل. إيه. مرحبا. تفضل أعطينا وجهة نظرك. نعم. سمي حسابك قاع الصحراء المغربية أعطينا وجهة نظرك. حتى أنا بغيت نسولك واحد السؤال وجاوبني. هذا نازلك شوف شفت هذا السبع شفتوه شفتوه هذا السبع ها؟ إيه. هذا راه يعدل لك يفتاك ويطيحك. واش باغي تناقش معنا؟ واش باغي تناقش معنا؟ وي هي وبغيت نتناقش معاك. اها تناقش معايا يلا قول لنا وجهه نظرك. واش بغيت نسول؟ لا ما عندك ما تسول فيا انا وانا ما عندك ما تسول فيا انا اللي نسول. انا ما غاديش تسولني. لا شوف انا بغيت نسولك جاوبني. او انزل تنزل واش بغيت اها تنزل تنزل شنو تسول تنزل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
دابا انت خويا الا قلتي الصحراء مغربيه عارفينها بنفسك، ولا عارفينها بنفسك، وعارفينها انتم مالكم سبحان الله، ما واش ما واش ما رباوكم اهلكم ونقول لكم خاصكم تعرفوا نعرفك بانفسكم؟ بنفسي غنتزوج بيك؟ ايوا صافي ولا تنزلي، صافي نسيت تنزلي، تقود ولا هذاك تربيتك، لا تربيتك، لا تربيت امك وبوك، الكلام الساقط، لا تربيت امك وبوك. مساك مساك عنك، قلتي لنا طيصه ضريب، مساك يسري، مرحبا وسهلا، اهلا مرحبا يا خويا محمد، والسلام عليكم، والتحيه للجميع، السلام، والتحيه للشعب الصحراوي. تحياتي لك، مرحبا وسهلا. والشعب الصحراوي عنده حق يعني في تقرير مصيره، هذا هو يذل يعني يا خويا محمد، والله اكتشف يعني اكتشف اكتشفنا العياشة ان الصف واحد يعني فكر واحد، وهذا يعني يعمروا يتحروا راسهم يعني، هذه هي الحقيقة. شوف هما يعني يشوفوا الشعب الصحراوي هو خائن، هو ما عندوش حق في أرضه، هو داخل مرتزق، وهذا يعني هذا الكلام لا يكفي للحرية وإلى المستقبل وإلى الأجيال. يعني دائما نشوف هذا الشعب دائما يريد أن يكون يعني في المستوى طائحة يعني بدون حقوق. وخي محمد، وانت تعرف يعني النظام داخل الأسلوب في أي مؤسسة كيف يعني يتعاملوا الإنسان، هذا هو المشكل الكبير يعني. والله يا عياشة، إلا ما تحرطوا راسكم براسكم وتكونوا رجال وتشدوا معنا الصف من هذا الكذب اللي صنعته هذه المملكة وقتلت الشعب الريفي والشعب الصحراوي وحتى الأحرار في الداخل، والله يا تبقوا دائما لا ينفعكم إلا لا الواقع قيمة المجتمعي. والتحية، تحياتي لك والله، تحياتي لك والله، مشكور جزيلا أخي سري والله. خليك يا أخويا محمد، والله يعني أنا طلعت ونعطي الرأي وهذا ما كان، شكرا لك يا أخي محمد، تحية والله، للشعب الصحراوي. تحياتي لك والله، مرحبا وسهلا والله، شكرا والله، شكرا. زيزي مرحبا وسهلا، أهلا يا لباس، بخير، مرحبا، شحالك؟ بخير، مبارك العيد ومسامحة ما في علم الله، أهلينك إن شاء وبارك الله الله، الله لكم يعطيك صالح الشخص، الأعمال. آمين إن شاء الله، حالك كيف لباس؟ ما شاء الله بخير الحمد أنت لله، معيد على الجماعة ولا شنو؟ معيدين عليهم يا أمس واليوم. شكرا بإذن لدروب، الله. شكرا. سؤال عن الجزائر يلوذوا معبر شور المحيط الأطلسي، كانوا مال جنوب أفريقيا تلوذوا ذاك المعبر، والله المكسيك وبنما هي الدول اللي اعترفت بالصحراء الغربية، معنى عنها عندها 12 المحيط الأطلسي، فاهم؟ يا أخي هم الغباء كلام، هم كلام، انتوا السامعين وصافي، راه ما ردتوش. هذا اللي يبين قبال كيفاش مأثر الإعلام المغربي على أدمغتهم، يعني مقسول أدمغتهم حقيقة، وتشوفهم يتكلموا بأصوات يعني النظام المغربي، حتى المعلومات اللي يعطيهم مستخف بالشعب المغربي، ضاحك عليه بقى. واحد يقول لك لا الجزائر عندها أطماع، ونسعى ليبيا داعمة، ونسعى جنوب أفريقيا داعمة، ونسعى نيجيريا داعمة، ونسعى كم من دولة إفريقية معترفة بالجبهة الشعبية، كان هذه الدول كاملة يعني عندها طماع، ولا عندها يعني طماع باش تعبر المحيط الأطلسي عن طريق الصحراء، ولا حتى العموريتان ما نقع من بعدين اللي هي تعترف اليوم بالصحراء الغربية. حقيقة ذا الشعب انا بعد احيانا من سمعك تتحاور معاه نعطيك يعني تحية، لانك عندك سعة يعني عندك خنير والله، وهذا والله ذا الشعب ماله ما قرا والله ما هو مربي والله، انا بعد ما قديت نفهم وباقي نصنف وقاع كون من ضمن الشعوب العالم غير ما قديت نصنفه حقيقة. هو مساكن احنا رانا معاه، اللي يعرف الحقيقة ان شاء الله، رانا معاه اللي يعرف الحقيقة. يا خي الاخبار تازل عندي، تطرح لي سؤال تقول له كان إمارة فاس ومراكش قد استعمروا أصلا. والله ما عارف بس متعسي البارح، وما عارف بس متعسي البارح، تسولي عن التاريخ، تاريخ اش عارفه من التاريخ. اوكي زين، ان شاء الله علينا ان شاء الله، ولني فيك والله، تحياتي لك حتى انت سلام والله، ولني فيك والله، مرحبا حسين. حسين السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. كيفك محمد صافا؟ لاباس الحمد لله، ما شاء الله، وانت لاباس؟ حسين من الجزائر.
مرحبا وسهلا اخ حسين، مرحبا وسهلا. عيطك بنقول لك باللي بصحة عيدكم وكاع الشعب الصحراوي والامه العربيه اجمعين. امين ان شاء الله. حتى انت والله مشكور. الله يحفظك. الله شكرا يطولك. شكرا الله يطولك. مشكور والله. مرحبا وسهلا والله. مرحبا وسهلا والله. شكرا. جروتيير راني نطلعك ما تعرف اللي كانوا طالبين لي قست ياسري جروتيير تفضل. هو شفت انا ارسلت لك السيمو القنيطري. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو بتاك لباس بخير؟ لباس الحمد لله ما شاء الله بخير الحمد لله. صحة صحة لباس بخير. مبروك عيدك. لي معك إن شاء الله. شيخ مع الصحة. بخير الحمد لله. معك محمد من العيون. مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا. شنو بتاك لباس؟ ما شاء الله بخير الحمد لله ما طري بس الحمد لله. خيرت وخيرت. تفضل. انا انت فاميليا ديالي. شوف 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 ناقش معاك انا واحد من غير حاني غير حاني غنناقش معاك. لا شوف لا هون لا فاميلتي ولا ما فاميلتي احنا ما نطعينهم فاميلتي شي شي تلعب ولدي فاميليا ولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير السي راضي. ما شاء الله بخير الحمد لله. هانيه ولا هانيه والله شنو كتعاود مزيان. عرفنا بنفسك منين؟ فؤاد فؤاد فارس من المغرب. تفضل. مرحبا وسهلا. يلا اعطينا وجهه نظرك في وضع الصحراء الغربيه، سميها انت المغربيه ولا سميها اللي بغيت. مغربيه راه مغربيه من 75 ماشي. وانا منين خلاقيت انا ما كبيرش بزاف. نعم مغربي. انا مغربي من مناش. من منين؟ من اي من اي سنه؟ من 75 انا منين خلاقيت لقيتك انت كتقول صحراء مغربيه. او صاير تنزل وصافي لي تنزل تنزل وصافي 75 قد. مرحبا وسهلا. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا. عرفنا بنفسك منين فضلك. تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. مرحبا وسهلا. انا سامعينك سامعينك. انا معك عبد من الجزائر. من الجزائر. تفضل تفضل اخويا عبد تفضل. والله صافي بليزير اليوم العيد بصحة عيدكم. صحة عيدكم. مرحبا وسهلا. تفضل. والله اني من الصباح نشوف اللايف والله ذو العيشة. لا بارك الله فيك. شنو نقول لك؟ بارك الله فيك. زاهلي زاهلي مسكين والله يا عيد. بغيت نطلع هاكا نقول لك هي هذه الكلمه بارك الله فيك. مساكن تحيه كاع كاع الشعب. الانسان اللي عنده ما يقدم شيء في الموضوع راه ولا يتكلم ويجي يناقش يجي يسب والله يقول كلام الشيطان ويمشي. والله شغل النقاش معاهم. المهم بارك الله فيك. بغيت نقول لك صحه عيدك. الله يطول عمرك. وصحايد كاع الشعب الصحراوي وتحيه الصحراء الغربيه. مرحبا وسهلا والله. مرحبا وسهلا والله. جزاك الله خيرا. الله يطول. السلام عليكم. السلام. مرحبا وسهلا والله. وعليكم السلام. غوتيه. السلام عليكم استاذ. عيدكم مبارك سعيد. انا اسمي محمد مغربي مقيم في فرنسا. مرحبا وسهلا. تفضل. شكرا جزيلا. سعيد جدا باني اتكلم معكم. أنا أعتقد بأن الصحراء مغربية تاريخيا بالتاريخ يعني الدلائل التاريخية والدينية التاريخية. مثلا شكرا بارك الله فيك أستاذ. مثلا عندي أنا وثيقة إسبانية ممكن إذا حبيتي نفتح لك ونوريها لك. هذه الوثيقة في سنة 37 من مدينة تطوان. المدينة ديالي أنا تطواني. هذه الوثيقة تتكلم انت اكيد انا متاكد انك تتكلم اللغه الاسبانيه. سيركولار على اوتوريدادس غوبرنانتس دي ايفني ساحارا اسبانيول ريو دي اورو. مترجم ولا مش يعني مش ضروري؟ ترجم ترجم. تذكر الناس معاك. الناس ما يعرف.
أرجو. أكيد أكيد أكيد. إذا هذه واحد الوثيقة كانت يعني موجهة مكتوب فيها لل مش مكتوب في نعم لندن؟ مش المهم مكتوب في نعطيكم لندن؟ أنا واقع أنا نعطيكم هذه في سنة 37 من تطوان انا لونطيت، لونطيت ايش فيه؟ لونطيت ايش فيه؟ من منين نقولها صادر؟ بالعربية ايه تماما أنا نقولها بالعربية بالعربية هذه الوثيقة هذه كتقول هذا الناس ديال سيدي إفني وديال الصحراء شوف إسبانيول شوف وديال شوف اسمعني اسمعني نعم اسمعني محمد، نعم قلت لك قرانا لونطيت، لونطيت ايش فيه؟ لونطيت ايش مكتوب فيه؟ من منين صادر هاي الوثيقة؟ واخا لونتيت غوفرنادور دي اسونتوس انتر ان ما مش واضحه مزيان المهم من افتح تطوان لنا يعني الكاميرا، من افتح لنا الحكومه الكاميرا، افتح لنا الكاميرا، افتح لنا الكاميرا، افتح لنا الكاميرا واخا ونعت لنا استاذ وقرا 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 لنا هذاك الشيء فيه. واخا استاذ واخا على مؤقتا نفتح الكاميرا ونوجد هذه الورقه هي في يدي نقول لكم كاين واحد مثلا واحد الدليل اخر افتح تاريخي لنا هو الكاميرا، افتح لنا الكاميرا، شوف افتح لنا الكاميرا واخا واخا استاذ ونعت لنا لونطيط وقرا لنا ايش كاين في لونطيط. ماشي يا استاذ باش دقيقة فقط نتبعوك، حنا نتبعوك قاعد نقلب اليوم الكاميرا هذا، اليوم هذا تمام نقول، اليوم هذا نقولوا انا الصحراء المغربية، الناس كاملة اللي معانا يمشوا معاك انت، يقولوا معاك الصحراء المغربية. تماما يا استاذ تماما كتشوفوا الكاميرا ولا ما كتشوفوهاش خصني ما نقلب فتناش من الكاميرا الكاميرا، ما فتناش من الكاميرا. وانا حاولت نفتحها المهم هذه الوثيقة موجودة او انا فتحنا كنحاول نفتح الكاميرا، فتحنا انا الكاميرا. حاولت نفتحها انا ضغطت على الكاميرا وانا كنشوفها مفتوحة نورمالمون او احنا ولكن ما مالنا، كيبان لي احنا الصورة ديالي انت اللي قلت لنا نفتح الكاميرا، انا اني اصلا ولا ما انا بس كون انت محاولة اشوف، ثانية انا اشوف، انا محاولة الصحراء ثانية الغربيه، انا اشوف الصحراء الغربيه متاكد منها، تفتح الكاميرا انت ولا ما تفتح الكاميرا؟ ما بس كون انا ولد الصحراء الغربيه وجدودي مدفونين فيها وقبورتنا فيها تماما يا استاذ والملف مطروح عند الامم المتحده، وانت كمغربي ما تصوت في الاستفتاء وما عندك علاقه بالصحراء انا فتحت الغربيه وما الكاميرا تعرف تاريخها، منين هي الكاميرا؟ ما هي مفتوحه الكاميرا؟ منين هي الكاميرا؟ هاي مفتوحه انا منين كنشوف هي؟ الكاميرا ديالي ابو احنا ما لنا شايفينها. طب احنا الناس راعي بيقرا، الناس معاك هون يقول لك ما مفت... شفتوا شي الكاميرا انتم ما مفتوح؟ قولوا لنا كانكم شفتوا الكاميرا مفتوحه، لعبت كاين الكاميرا مفتوحه انا ما شفت. وربما يكون عندي الريزو ضعيف يعني قال لك ما شاف، التقنية ما شاف، ضعيفة ما شاف. انت منين كاين واخا راك؟ واخا تطوان نتخطى ولا وهذا انت في تطوان لا ولا لا في منين؟ فرنسا او أنا في فرنسا، فرنسا وفرنسا أستاذ اش من اش من كونيكسيون، كونيكسيون راه زينه في فرنسا، شنو كنت في المغرب. اوكي يا محمد، يا محمد شوف يا محمد، نعم علاش أستاذ علاش نعم تتعبون انفسكم؟ علاش تتعبوا انفسكم؟ علاش علاش تعذبوا انفسكم؟ علاش انتم مدرك هذه 48 عام وانتم متعلقين بالوهم؟ هذه الصحراء، هذه اللي انقالها الصحراء، هذه الصحراء اللي انقالها الصحراء الغربيه. نعم نعم اعطينا انت كانسان نعم مواطن مغربي، ها نعم ها اعطينا ك ك ك ك كإنس كمواطن مغربي، اعطينا بماذا، بماذا هي مغربيه؟ تاريخها، احكي لنا تاريخها، اعطينا، اعطينا كيف دخلتها اسبانيا، من قاوم، من قاوم اسبانيا لما كانت في الصحراء الغربيه لمده 92 سنه؟ ما هي المعارك التي خضتموها ضد اسبانيا حتى تطردوا اسبانيا؟ انا نعرف انسان دخل عليه حد الدار ويقاوم. اعطينا يا سي، يلا اعطيني يا محمد، خليك من الوثائق وخليك من الكاميرا. لا انا كنت وجدت لك هاد الاربعه ديال الوثائق واخا نذكر لك غير واحد الدليل اخر كنت باغي نقوله من الاول يا استاذ اذا سمحتي لي مثلا في التاريخ الاسلامي هذه المنطقه كانت مسلمه طبعا سكان الصحراء كانوا مسلمين وتاريخيا ما ثبتش بان كانت واحد القافله واحد الركب الحج اللي شافها 1400 ديال السنه ما ثبتش بان كاين شي ركب اخر من غير اللي كانوا طال اللي كيمشيو الحج يعني باش كيتجنبوا انهم يسرقوهم وانهم يديروا من غير الركب ديال الفاس ومراكش وسجل مسا وشنقيط شنقيط اللي هي موريتانيا طبعا هادو هما الركب موريتانيا لكم، ديال الحجاج موريتانيا كانت يعني لكم، موريتانيا، نعم موريتانيا كانت لكم. تاريخيا مثلا حنا عندنا واحد الوثيقة ديال مثلا تا واحد انا الوثيقة جاوبي، لا ديال جاوبي عام جاوبي، 1000 وهي موريتانيا لكم، وانا موريتانيا كنجاوبك على حسب الوثيقه استاذ على حسب واحد الوثيقه هي خليني من مغربيه الوثيقة، هذه خليني من الوثيقه الوثيقة، خليني من الوثيقة، انت وما قريت الوثيقة، ايش قالت نعم الوثيقة؟ قالت موريتانية والله واحد ما هي مغربية، والله ما هي مغربية. نعم الوثيقه كتقول باللي هذه من كاترينا الثانيه ملكه امبراطوره روسيا
كتكلم المولاي روسيا، نعم كاترينا الثانيه اسبانيوليا كاترينا سيغوندا، نعم امبراطور ملكة روسيا. واخبار ملكة روسيا من موريتانيا؟ لا هاد 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 الرسالة هذه إلى السلطان المغربي محمد الثالث بن عبد الله بتاريخ 21 يونيو. ملكة روسيا، ملكة روسيا أرسلت رسالة، ما نعرفاش شكون هذا، شكون هذا الملك؟ محمد الثالث في سنة 1783 بعد قرار السلطان المغربي السماح للسفن الروسية التجارية بالتردد على الموانئ المغربية، جاء في مطلع الرسالة: نحن كاترين الثانية بفضل الله إمبراطورية سائر روسيا وموسكو وكييف وملكة قازان وسيبيريا وملكة البوسكوف والدولة العظمى وبلغاريا إلى الملك العظيم سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل ملك المغرب العظيم وشمال إفريقيا ونهر السنغال وبلاد السودان اللي هي مالي. إلى آخره إلى آخره. إذا مالي، مالي وموريتانيا ونهر السنغال وتمبوكتو، نعم غاية تمبوكتو، نعم غاية تمبوكتو كانوا كاين كاين كاين. وهذه الوثيقه الاسبانيه انا نعاود الاسم اللي لحظه نعم استاذ هذا هذا محمد الثالث ولا اسمه ولا محمد الثاني ولا ثاني ثالث اصله من منين؟ نعم الاصل ديالو من الدوله اللي هي اليوم السعوديه الحجاز، الحجاز. نعم والسعوديه كانت مغربيه ولا لا؟ لا ومثلا الملك الاسباني الاصل ديالو فرنساوي بوربون، لوس بوربونيس. لا خلينا خلينا الملك اسبانيا يا غير ملك اسبانيا ما يقول السنغال تابعه لنا، يقول لك احنا احتلينا السنغال والساعه اللي غادروا السنغال السلام عليكم، انتم راك قلتوا ارضكم، انتم قلتوا كل شيء ارضكم وكل شيء ارضكم مغربي. واسمعني ودليلكم هو دليلكم هو انه فلان بايع محمد الثاني ولا محمد الخامس. لا انا ما قلتلكش الدليل هذا، الادله هذا. شوف اسمعني اسمعني شوف، هذو الملوك الذين حكموكم في المغرب ليسوا مغاربه، ما عندهم علاقه بالمغرب. احنا اللي جبناهم. جبتوهم منين؟ جبتوهم منين؟ ماشي دليل الملك ماشي ضروري. واش بتجي واخا نجاوبك استاذ، انت درك نظري. جبتوهم من منين؟ جبتوهم منين؟ مشيتوا تجيبوا الغنم، مشيتوا لجيب الجزائر العربي يجيبوا الغنم، وجاوكم هما جاوكم. واش انا مشينا جبناهم؟ يلا يرحم لك الوالدين. هادو جاوكم وغزاوكم. اعطيني دليلك استاذ، اعطيني دليلك. المهم ماشي ضروري انهم يكونوا مغاربه في الاصل. لا مثلا عندك اسبانيا راه فرنساوي الاصل والملكه. انا نطر معك النقاش، شوف انا مشي لي لا الاحتلال الاسباني للصحراء الغربيه 1884، من 1884 الى 1975 اين كان تواجدكم كمغاربه في ارض الصحراء الغربيه؟ اين كان تواجد السلطات المغربيه في الصحراء الغربيه؟ السلطات المغربيه احنا كنا انهزمنا، كانوا استعمرونا في 1884 في 1844 بسبب المساعده ديال الامير عبد القادر. فرنسا شنت علينا واحد الهجوم اللي سمات بوسبانيا بومبارديو. محمد انا نقول لك صلى الله عليه وسلم 1884 الى 1975 في الصحراء الغربيه، نعم، ثم منين كنتوا كمغاربه وكسلطه مغربيه؟ سؤالي واضح، ما تمشي لي لا 1840 ولا 1900 ولا ما تمشي لي ولا شيء. هذه الفتره كنا محتلين استاذ، احنا في الصحراء كنا محتلين. اسمعني شوف، انا نقول ارضي، الا قال الا كانت داري ودخل علي المحتل نقاوم باش نخرج المحتل. انتم كمغاربه لماذا لا توجدون في الصحراء الغربيه في هذه الفتره كامله؟ لماذا اتيتموها؟ انا عندي دليل. وجاوبني وجاوبني، انا اجاوبك، سوف اجيبك. مثلا في سنه 1937 يعني في هذه الحقبه هذه انت تكلمتي لي من 1884 لغايه 1975، انا نعطيك مثلا في 1937 السلطات الاسبانيه كتعين كتقول بعثت امر بان الصحراويين يتوجهوا بالدعاء ديالهم في الصلاه للسلطان اللي هو ولد عمو ديال المولاي يوسف اللي كان هو مولاي الحسن بن المهدي. وهذه الوثيقه ديالها هي في يدي، وهذه ممكن اي واحد يشوفها في الانترنت. هذه الوثيقه بتاريخ من تطوان، خرجت من مدينه تطوان بتاريخ 1
دو جانبر يعني في شهر 12 ديال 1937. علي هذه علها استاذ الله يرحم الوالدين. شوف انا اتخرج صلى الله عليه وسلم علها علها سوف اقراها علها 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 علي لا ما تقراها علها علها يعني بس نفهم هذه ايش ايش قالت السلطات الاسبانيه؟ نقرا لكم بالاسبانيه واش قالت السلطات الاسبانيه ايش قالت؟ لا ما تقرا لي الوثائق هذاك انت الكاميرا خدامه الكاميرا ما هي خدامه سمحوا لي الكونيكسيون انا في فرنسا حنا هذاك الشيء كامل شفناه بلا ما تصدع راسك. انا اعطينا اعطينا ساكن في مدينه صغيره والله الا ساكن في منطقه بعيده على المدينه واعطينا واعطينا ساكن والله ما انك ساكن انا مسؤول ساكن انا هذه علي هذه هذه الفكره هذه اللي قلت لي ايش قالت السلطات الاسبانيه؟ كتطلب من السلطات الإسبانية أنها تأمر منطقة إفني والصحراء إسبانيول والريو دي أورو يعني ريو دي أورو هي وادي الذهب يعني كانوا صلاة الجمعة أنهم يدعوا مع مولاي الحسن بن المهدي بن إسماعيل بكاليدات دائما شبيه أنهم يدعوا يعني شبيه هو شبيه هذه الساعة وانت انت تسال شنو كنا احنا كان عندنا مثلا علاقات مع الصحراء مع الصحراء واش اسمعني اسمعني شوف 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 راك تتناقض مع نفسك شوف قلت السلطات الاسبانيه تدعو الصحراويين ياك تدعو الصحراويين صح لا تدعو تدعو لاس اوتوريداديس اسمع انا ما قلتش هذا غوبرنانتس دي إفني صحراء إسبانيول الريو دي أورو أنا ترجمة خليها لك لك أنت أستاذ أنا أتكلم إسبانيول يو أبلو بيرفكتامنت إسبانيول تفضل. أنا أنت ما يتعلق بالصحراء الغربية قلت لي قالت السلطات الإسبانية للصحراويين يدعوا مع 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 مع, مع السلطان صح؟ مع مولاي مع مولاي الحسن بن المهدي بن اسماعيل اللي هو اسبانيا 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 تدعو من تدعو من الصحراويين ولا تدعو المغاربه؟ لا تدعو لاس اوتوريداديس كتدعو تدعو لي زوتوريتي لاس اوتوريداديس غوفرنانتس كي غوفرن في افني وفي الصحراء اسبانيول والريو دي اورو اوكي وش اوكي وش اوكي اعطيني هذه السلطات اللي كانت عندنا في الصحراء الغربيه اعطينا اعطينا شيء اعطينا شيء نعم اسمع اسمع وثيقه ولا وثيقه اعطينا اسم اداره مغربيه في خمس قبل 75 اعطينا شيء جامع مغربي في قبل 75 اعطينا شيء مدرسه قبل 75 اعطينا شيء عامل قبل 75 اعطينا شيء باشا قبل 75 اعطينا شيء يدل على السلطات المغربيه القديمه اعطاوك الاخوه اعطاوك الاخوه اعطينا انت اعطينا انت اعطينا انت ديال واعطينا انت شوف اسبانيا منين عدلت الاحصاء في 1974 علاه ما لقات المغاربه في الصحراء الغربيه علاه ما لقاتهم لان منين اختفوا منين اختفوا هذو المغاربه منين ماتوا كاملين جاتهم الصاعقه جاتهم الصاعقه وكلت كل شيء المغاربه وقالوا الصحراويين فين هم القبور اين 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 القبور المغاربه اين قبور المغاربه نجاوب استاذ لا مش على اين هم القبور انا ما تسالنيش على اين هم القبور هذا لا علمي انا سولني القبر ديال 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 عمتي ما نعرفوش فين هو تسولني على قبر واحد المنطقه بعيده يا محمد يا محمد يا محمد شوف شوف اسمعني اسمعني شوف هذا الشيء كامل ردت علينا ما عن ما عن ما نقدم شيء ولا أخر في موضوع الصحراء الغربية هذه 92 عام ما نفذت مقاومة ما خضت معركة ما مات لكم شهيد ما عندكم مستقلين احنا في الشمال كان عندنا ثورة الريسولية يا استاذ كيفاش بغيتوا نحرركم انتم ونحن ما زلنا نحن كل واحد في مدينته حررها كان في واش حررتوا وانتم واش حررتوا في الشمال وشوف يا استاذ نحن منهزمين مش غنحرروا احنا منهزمين اللي حررتنا هي الامم المتحده كلها وانتم وانت تتناقض مع نفسك وانت تتناقض مع نفسك تقول لي شوف تقول لي احنا شادين نهر السنغال وشادين مالي وقابضين السنغال موريتانيا وقابضين السماء وقابضين التراب وحنا ضعاف وهذا راه ما يمكن هذا راه هذا راه متناقض هذا الشيء اللي تقول لي انت انت شوف اسمعني انت كمؤرخ اسباني اسمعني محمد جاوب تعطيتي خاطرتي بزاف ديال النقط تفضل استاذ عليه الصلاه والسلام تفضل استاذ دراك الله ينظم الاستفتاء في الصحراء الغربيه نعم صوت فيه انت لا اصوت فيه انا علاه ما تصوت
انا اعتقد بانه اذا وقع مثلا واحد التصويت في الصحراء الغربيه، فهذا هذا ما يمكنش، هذا لان هذا كي هذا يعني بان هذيك المنطقه ماشي مغربيه، وانا اؤمن بانها مغربيه بالجميع شوف الدلائل اللي شوف كتشوف. شوف شوف نعم شوف، كاين هناك لجنة تحديد الهوية في الصحراء الغربية، جاء تابعة للأمم المتحدة، وحدد هوية الناس اللي يصوتوا في الاستفتاء. وأنت كمغربي ما تصوت، والمغربي اللي في نعم أكادير ما يصوت، والمغربي اللي ساكن في الصحراء الغربية وخلق في الصحراء الغربية وولد أولاده في الصحراء الغربية ما يصوت في نعم الاستفتاء. إذا كانت هذه الأرض مغربية خاص المغاربة كامل يصوتوا في الاستفتاء، لماذا وحنا أنت لا نشوفوا واحد تصوت؟ المثل، ها شوفوا ها ما مثلا تقول، كاتالونيا، شوف ما كاين، كاتالونيا لا ملي شوف صوتوا، شوف ما ملي تعطيني شوف، صوتوا اسمعني كاتالونيا بيعملوا اسمعني، الريفرندوم كاتالونيا وما كاتالونيا كتخدموش. ما تعطيني نموذج انا بكاتالونيا. انا سولتك سؤال واضح، لماذا انت كمغربي اذا كانت هذه الارض مغربية محمد السادس ما يصوت؟ انت ما تصوت، ما كاين شي دولة تعترف لكم بالسيادة على الصحراء الغربية. اسبانيا اليوم تتحكم في كاين استاذ المجاهدين في الصحراء. الامريكان تعترف بالسياده المغربيه، وكاينه التصويره ديال السفير الامريكي يمضي، سويرة يعني كيعمل سويرة فيرما سينياتير سويرة على الصحراء. سويرة ما معنى شوف هذا؟ سويرة شوف هذا سويرة اعتراف ولا مش اعتراف؟ اعترف عندكم انتم بالسنية في الخارج، في واحد الورقة معلقة في الحيط. واش انتم ماشي، واش انتم واش واش انا راه اعتراف هي ورقة، انا وثيقة هي اعتراف واش هو الوثيقة. واش خريطة معلقة في الحيط، يجيكم واحد يضحك عليكم يقبض لها ستيلو ويثني عليها وتعتبروا انتم صافي اعتراف. ويا شريف، لو كانت هي الصحراء مغربية وما تعود عند الأمم المتحدة وما يصدر فيها محمد السادس ظهير ملكي في نعم 2017 يناير 2017، هذاك ما قريته انت، هذاك ما قريته، هذاك ما عندك ما تعدل به. اه قريته ولا ما قريته الظاهر الملكي اللي صادر في الجريدة هذا الرسمية؟ البوليزاريو في الأمم المتحدة، واش قريته ولا ما قريته؟ واش قريته ولا ما قريته؟ قريته ولا ما قريته؟ هذاك الظاهر الملكي اللي صادر في الجريدة الرسمية في 2017، واللي صادره محمد السادس شخصيا، واللي لا كاتب فيه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ومحمد السادس من يمشي للخدمة الإفريقية. لم تقرأ، لم أقرأ، ولم لم تقرأ، لا أنا لست ملم بكل شوف بكل اسمع اسمع اسمع، نعم. ومحمد السادس من يمشي القمه الافريقيه يجلس في نفس القاعه مع الرئيس ابراهيم غالي، ويلتقط الصوره الجماعيه مع الرئيس ابراهيم غالي في القمه الافريقيه، والرئيس ابراهيم غالي يستقبل من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد وفين مع سويلة. اسرائيل في الامم المتحده. نعم. ها شنو يعني انا الخريطه ممضيه لا تعتبرها وثيقه وصوره فقط مع في تونس تعتبرها اعتراف؟ ما فهمتش انا استاذ، ما فهمتش. الامريكان كتقول لك الصحراء المغربيه وكتوقع على الخريطه السفير، هذا ماشي واحد، ماشي اي واحد، يعني واحد يمثل الدوله، انت تعتبرها ليست وثيقه، وفقط دخول ابراهيم غالي يا شوف شوف، لو لتونس كان هذا تعتبرها المنطق اعتراف. عندك، شوف لو كان عندك هذا المنطق سهل عندك انت. المنطق ديالك يجي شوف، يجي واحد نعم شوف يجي واحد من روسيا ويجي عند روسيا ويقبض لهم خريطه روسيا ويسني لهم على اوكرانيا، يسنيها لهم في هذيك في هذيك الخريطه المعلقه في الحيط، والسلام عليكم، واوكرانيا اصبحت روسيه. وفلسطين اصبحت، والله لا اسرائيل، انا قلت لك اسمع، الاعتراف وفلسطين شوف، لا وفلسطين الامريكان ما وفلسطين خاطبناش، وشوف الامريكان ما خاطبناش وفلسطين الصحراء، وشوف وفلسطين لا تصبح، شوف اعتراف، انت تصبح قلت الاعتراف شوف، ماشي قلت، وشوف قلت الاعتراف يا استاذ، وليس دابا ولات اعتراف باللي هي اللي عطتنا الصحراء، وليس وليس واسبانيا كيقولوا 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 سانشيز عطانا الصحراء، يعني انا ملم استاذ، خصوصا بالتاريخ الاسباني. اذا بغيتي نتكلم لك على التاريخ وما الاسباني تعود وما انت عايش في شوف، انت عايش في فرنسا، شوف انت عايش في فرنسا، انا عشت في اسبانيا بزاف استاذ، عشت بزاف في اسبانيا قبل ما تكون في عشت هذه 15 عام وانا في فرنسا. المهم فرنسا نعم ولا اسبانيا؟ لا الان في فرنسا دابا. نعم انتم تحبون الفولكلور، انتم تحبون الانتصارات في الفولكلوريه، والله يا استاذ شوف اسمع أنا شوف، انتم تحبون شوف تحبون الاوهام، زين عندكم الاوهام، زين عندكم يجيكم ترامب ويضحك عليكم بتويتر، زين عندكم تشانسيزي يقول لكم الحكم الذاتي وتبغضوا انتم انه اعتراف. الى عادت اسبانيا تعترف لكم بالصحراء المغربيه، على ما تعطيكم المجال جاي اسبانيا؟ على ما لا تعطيكم، اسمع اسمع يا استاذ، انا لا اسمع اثق في اسبانيا انت تاريخيا، شوف انا انت تقول لي لا شوف اثق في اسبانيا، انت لا تثق، لا شوف لا تثق في اسبانيا، لك لا تثق في اسبانيا، لأن غدرتنا تاريخيا بزاف، غدرتنا غدرتكم منين وانتم، غدرتكم منين وانتم، وانتم اللي غدارين، انا معايا وانتم انا اللي في يديها،
وشوف انتم اللي غدارين، انا استاذ وانتم اللي غدارين، انتم دخلتوا ارض الصحراء الغربيه 75 على الاقل على الاقل على الاقل شعب المخزن كلش انتم يا استاذ. لا 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 شوف المخزن، شوف المخزن على الأقل، انا المخزن اسمع شوف على الاقل خرجني انا يعني انا شنو راك تقول؟ لا غدار لا شوف شوف كل غدار ما غدرت تستاهل كل الدفاع، شوف كل الدفاع اللي تدافعوا عن المخزن سيكتب في ميزان سيئاتك، لأنك تساند الظلم وتساند تشريد الشعب الصحراوي وتساند نهب ثرواته، والمخزن مستفيد. أنت مانك عايش لا في المغرب، مانك عايش كبقية الناس في وطنك، أنت عايش مشرد في بلدان الآخرين. عشت كم من سنة في إسبانيا؟ أسمع 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 خليني نكمل لك فكرتي، خليني نكمل لك فكرتي. شوف انتما عايشين في بلدان الغير، عايشين في بلدان الغير وارضكم ما فيها الحر. احنا كشعب صحراوي احنا انتزعت منا ارضنا في 75، احنا شربنا المخزن، احنا تعدى علينا المخزن، احنا قتل اولادنا وامهاتنا وشيبنا في مضريقه في القصف بالنابالم والفوسفور، احنا مازال يشتري الدرون باش يقتلنا كصحراوي. علاش الامم المتحده لا تعترف بهذا؟ وانتم عايشين انتم عايشين الامم المتحده لا تعترف انتم عايشين انتم عايشين ممكن تدعي اسمعني اسمعني لو الامم المتحده ارجع لموقعها وشوف الخريطه اللي ناشره. شفت انا الخريطه سحبت ديك الخريطه ما كاين حتى شي خريطه، انا دخلت دخلت عيت كندخل يا استاذ ما انت لا توجد اي خريطه لا توجد اي خريطه، دخلت من قلت لقيتها مسحوبه انا اصلا. نعم محمد محمد شوف شوف عليه الصلاه والسلام تفضل يا استاذ. انت كمغربي لا علاقه لك بملف الصحراء الغربيه. وشكون اللي عنده العلاقه؟ الجزائر؟ لا احنا كصحراويين. وانت كصحراوي انت احنا كصحراوي صح، انا متفق معك انا متفق معك كصحراوي. انا كصحراوي نشوف احنا كصحراوي اللي موجودين منا في المخيمات، مخيمات عزه والكرامه، واللي منا موجودين في الجاليات، واللي منا موجود في المناطق المحتله، احنا اللي معنيين موضوع الصحراء الغربيه ومشكلتنا مع المخزن. نهار المخزن نهار نهزموا المخزن اللي يقولنا الصحراء غربيه واللي تتبعوا انتم المخزن اللي تقولوا لنا صافي احنا منتبهين. قال محمد السادس، قال لنا محمد السادس الصحراء الغربيه. السلام عليكم. شوف انتم كشعبنا، شوف انتم كشعب مغربي فقط، شوف الشعب المغربي انتم والله ما عندكم قرار، وانتم بلادكم ما لكم حاكم. استاذ انا لا اعيش في المغرب، وانا هذا الشيء كامل اللي قلته لك هذا الكامل اقسم بالله لاني بحثت ووجدته بالاسبانيه وبالفرنسيه، لم اجد غير ان الصحراء المغربيه، لم اجد اي دليل اخر. انا قلت لك الاسلام، قلت لك الحج، قلت لك لا يوجد اي محمد محمد اي محمد تاريخ 1400 سنه ديال الاسلام. شوف شوف لا يوجد تاريخيا تم مؤمن، شوف تم مؤمن بروايتك شي الشعب مشى من تما. شوف شوف على تحت شوف شوف هذيك الوثائق. اسمع اسمع لا يا استاذ انا اللي بحثت في الكتب، انا قلت لك هذوك الوثائق. شوف عندي الوثائق الاسبانيه، عندي جميع الوثائق الاسبانيه من 1700 لغايه 1843. واش باغي تسمع؟ تم كامل ها هو. نعم باغي تسمع؟ نسمعك يا استاذ تفضل تفضل. والله انا تكلمت معك باش نسمعك، ولكن انا سمعت هذوك الوثائق. هذوك الوثائق تم توسدهم، تم طرحهم تحت الوساده، طرحهم تحت الوساده والنس بهم راسك، تم والناس بهم راسك وقول الحمد لله راعي الصحراء المغربيه انا طارحه تحت الوساده. والصحراء الغربيه وراها جيش، ينقال له الجيش الشعبي هو اللي يتازعها منكم، وراها الشعب الصحراوي اللي قاتل على المستوى الاعلامي والمستوى الدبلوماسي. وانت تم مع وثائقك، تم مع وثائقك، حافظ على وثائقك. سمعتوا هاي المره الجايه وعندي شهادات. شكرا لك خويا، شكرا خويا محمد، شكرا باش نتفاهم. شكرا بارك الله، شكرا شكرا جزيلا استاذ. شوف تهلا في الوثائق، عليك شرط تهلا في الوثائق وتوسدهم، توسدهم قباله راملين راملين. شكرا على الفرصه استاذ، شكرا على الفرصه. السلام عليكم. السلام. امين امين. مرحبا وسهلا. السلام عليكم. واش سلامت؟ مرحبا وسهلا. صحة عيدك. صحة عيدك. مرحبا وسهلا. أمين من الجزائر العظيمة. مرحبا وسهلا والله. مرحبا وسهلا. يقول كل ما نضحك، كل ما ندخل عندك نبقى غير نضحك عليهم. شعب شعب ما عندوش، ما عنده تاريخ، ما عنده شخصية. ما عارف شو التاريخ، ما عارف التاريخ. أقسم بالله ما قرأ التاريخ تاعو. كل عفسة يدخلوا الدائرة باسكو هما ما عندهمش عفسة يغطوا بها. كل عفسة يدخلوا الدائرة. يا اخويا لا عندك لا كيما راه يهضر، عندك اوراق، عندك دليل، روح بين اخويا. كاميرا خاسره. ما فهمتش. شعب 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 مريض، امي يقود امه. الكاميرا الكاميرا خاسره، الكاميرا عنده، الكاميرا عنده خاسره. ما نعتنا الوثائق وصافي هون.
خويا الله ربي ربي معاك، عندك واحد القلب الله يبارك. أبغى غير نضحك نضحك. شعب أمي روح تعلم أقرأ التاريخ تاعكم بعد أهضر، كي تجي تهضر صح. هو أنا شوف تقول شوف تقول له إنسان تقول له أنت راهنا ما عندك علاقة بالموضوع، راه ما حتى الأمم المتحدة ما هي اللي مسؤولة عن صوتك، رانك لا فضولي، رانك لا فضولي. أنت كيف ما واحد الموضوع عند اثنين وتجي تدخل وسطهم تبقى تتناقشهم فيه، أنت راه ما عندك علاقة بالموضوع. أقول لك هو لا لا أرضي أنا يا أخي بالوثائق، والوثائق شيء هذوك الوثائق لو كانوا هاوك الوثائق ينفعوا شيء نفعوا الحسن الثاني في محكمة لاهاي، هما لو كانوا هاو الوثائق اللي تنجحوا بهم راه حسم الموضوع في محكمة لاهاي، ولكن ما نفعوا حتى الحسن الثاني. يوم ما نفعوش حتى رواحهم، ماشي نفعوا حسن الثاني، هما ما نفعوش رواحهم سبحان الله. اصبر شوف شوف بيب لك خويا محمد، شعب ما عندوش تاريخ، والله ما عنده تاريخ، ما عنده شخصيه. اي عفسه ديرها الجزائري يقول لك تاعنا، اي عفسه يجيب لي اي اكزامبل سبحان الله. اقول دوك مازال القمر قال لك ارا تاعنا، القمر قال لك حسن الثاني وزي تاعنا. انت بلي بلك شعب حابس وشعب صح صح مهبول، صح صح اقسم بالله غير مهبول. 80% مهبول. قال لك باللي الطياره كانت تطير في السماء حبست، قال لك قرا بزق عليها حاشاك وكملت. انا شاب اللي حابس روح روح حرر روحك ومن بعد حرر الاراضي. انت ماكش محرر روحك من الصحراء، اذا تحب تحرر الاراضي سبحان الله. تحيه الشاشة الصحراء الغربيه. شكرا شكرا عيدكم، وانا معاكم انا معاكم في المامات. جزاك الله خير، الله يطولك. انتوما افضل، احنا وراكم ان شاء الله. الله يطولك ان شاء الله. مرحبا بالسلامه، شكرا جزيلا. والحقار يموت الليل، الحقار والله غير يموت الليل. اكيد والتاريخ والتاريخ ينصف ان شاء الله. اكيد والله اكيد. يا اللي شاب ما عندكمش تاريخ، ديروا التاريخ لعمركم بعد اهضروا على الصحراء الغربيه. وإلا راكم رجال اروحوا انتم، قالك الصحراء الشرقيه تاعنا، إلا راكم رجال باش ادخلوا بغرب سنتيم تشعل كاع الاراضي تشعل كاع المروك. كان ساكن ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. شعب شعب مريض، ديروا قدر لعمركم باش تقادركم الناس سبحان الله. شحال من خطره نفهموكم يا ودي، ماشي هكذا، هذا كاع من المخدرات. نقصوا شويه الله الاخر، نقصوا المخدرات دوك ترجعوا لعقولكم، تعودوا تميزوا بين شرق الصحراء الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه. يا وانتم ريح في الشبك والله، ما تدوا حتى عفسه، تريحوا عبيد فهمت يا العبيد. وكونطون سينيالو الكونت، سينيالو منا انتم تغرقونا نفتح. شحال من كونت غرقوه لي خويا محمد، باسكو نكون في كلمه صح. ايه كلمه صح توجع. هذاك هو السلاح، هذاك هو السلاح. هو مشكور خويا امين والله، مشكور خويا امين. باش نتفاهموا رانا معاكم والله، رانا معاكم واكم خاوتنا في الاسلام وخاوتنا عند الله سبحان الله. وتحيه الصحراء الغربيه، والصحراء الغربيه عاشت مستقله يا العبيد. الله يا مرحبا وسهلا بك اخويا. صحه هاي فرق قلبي مرحبا. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ محمد عيد مبارك سعيد علينا معك ان شاء الله. مرحبا وسهلا، عرفنا بنفسك من منين فضلك. محمد من مراكش، من الحوز، حوز نواحي مراكش. تفضل. مرحبا وسهلا تفضل. بقي تبحث عن دليل يثبت ان الصحراء الغربيه مغربيه. اعطينا وجهه نظرك، باقي نبحث انا. شو مشكلتك انت؟ انا باقي نبحث وجهه نظري احنا عارفين، احنا ارضنا عارفين بلا ما نبحثوا فيه. انتم اللي مازال تبحثوا عن شيء يعاونكم باش تسرقوا لنا ارضنا. تفضل اخي محمد. من عهد السلطان الاول الملك الامازيغي بوخوس الى العهد الى اواخر عهد صاحب بوخوس، انت صاحب بوخوس ملي رجعت لنا ذاك بوخوس، رجعت لنا ملي البوخوس انت. خليني نكمل اخي محمد، خليني نكمل. لا 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 صافي، لا اسمح لي. لا بوخوس تكلمنا على بوخوس. من عام دخلوا الصحراويين؟ اش من عام دخلوا الصحراويين للصحراء الغربيه؟ اش من عام؟ امشي امشي بوخوس ولا كوخوس ولا الله يهديكم. تعال عندك الوقت تضيعه في والخاوي، احنا ما عندنا، احنا هذا صاحب بوخوس حق مشابه للكونت للصوره. السلام عليكم. وعليكم السلام. ترى اخ محمد بخير؟ مرحبا وسهلا، بخير الحمد لله، ما شاء الله بخير. زين الله يحفظك. الحمد لله، الله يسلمك. مرحبا تفضل. اعطونا اسمك ومنين تفضل. انا الياس من الدار البيضاء، مقيم في فرنسا. مرحبا وسهلا تفضل. مرحبا اخويا، ان شاء الله الصحراء ان شاء الله بعد ما بغيت نفهمها وحدها. دابا بزاف كيدخلوا دابا الصحراء، بغيت نعرف انا
المشكل اللي بيننا وبين الصحراء، اش فهمتي؟ دابا حيت الصحراء حنا من الصغر وحنا كنقراو في مدرسة الصحراء المغربية عمرنا ما سمعنا. واش فهمت؟ واش فهمت؟ ما فهمتي؟ فهمت فهمت فهمتي؟ الصحراء المغربية والكتابة المغربية. واش فهمت؟ راني راجل، انا راجل قدامك، فهمت فهمت، اسمح لي على هذا التصحيح. لا ماشي مشكل، ماشي مشكل. قلت لك تعالى واش فهمت، ما قلت لك واش فهمتي. نها قلت لي واش فهمتي مرتين، تقول لي انت فهمتي. راجل قدامك تقول لي فهمتي. ايه تفضل. دابا الصحراء بغينا نعرفوا واش مغربيه ولا غربيه، حيت حنا من الصغر حنا كنقراوها مغربيه، خاصك تفهمني. فهمتي؟ فهمت فهمتي من. شفت باش تعرف، شوف باش تعرف، باش تعرف حنا الشعب الصحراوي ما هو الشعب المغربي، حنا ما نأنثوا المذكر وما نذكروا المؤنث. ماشي مشكل. نقول راجل راجل. هذه بارك عليك، شفت الله، هذه بارك عليك، بارك عليك، بارك عليك. تعرف بانه راه كاين، قالوا شي الشعب الصحراوي كاين الشعب المغربي. يا اخي هذه الارض ان قالها ارض الصحراء الغربيه، عندها شعبها وعندها اهلها وناسها وعندها تاريخها واهلها كانوا عايشين فيها، وما تعرف المغرب وما تعرف السلطان المغرب ولا تعرف ملوك المغرب وما تعرف الشعب المغربي حتى ال 75. 75 جاب لنا الحسن الثاني، جا حافل الناس الجياع. واش انت عمرك لقيت شي ارض تحرر بالمسيره؟ لا كاينه. منين؟ الصحراء المغربية تحررت بالمسيرة. أوكي، الصحراء المغربية تحررت بالمسيرة. وعلاه الجزائر ما حرت أرضها بالمسيرة؟ وعلاه سبتة وليلي ما حرت؟ أسمع 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 شوف شوف شوف، إفريقيا كاملة كانت مستعمرة. إفريقيا كانت فيها البرتغال وكانت فيها إسبانيا وكانت فيها فرنسا، وما كانش واحد ما حرر أرضه بالمسيرة. ما كاين، ما كاين حتى دولة في العالم حررت بالمسيرة الا انتم وحدكم حررتوها بالمسيره. باش حررتوها بالمسيره؟ ركبنا في الكاميونات وعطاونا واحد الخبزه باش ندوها معانا باش ما نموتوا في الجوع، ومعانا واحد البطاطا السردين باش ما نموتوا في الجوع، وعطاونا قرعه من الماء وركبونا في الكاميونات وداونا وحررنا الارض ورجعنا. بساطه. والعالم كامل عنده الاستعمار وما كاين حد دار بحالكم انتم في الشبعه. واش انت 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 عايش في، انت عايش في فرنسا انت؟ هو عايش في فرنسا وتمزل تفكر بحالها، مزل تفكر تقول لا ما نفكرش انا دابا مش هتناظر. انا ما فكرت. حررناها بالمسيره، حررناها بالمسيره. باش حررتها بالمسيره؟ درك يا سيدي انت ماشي، ماشي لواحد المنطقه فيها قوه استعماريه كيف اسبانيا، عندها الدبابات وعندها الصواريخ وعندها الجيش وعندها السيارات وعندها المعدات وعندها متقدمه عليك انت 20,000 مليار عام. وجيها انت راكب في الكاميون وصافي، وتشوفك انت جاي من جاي في الكاميون وتجمع باريزتها وتقوم ماشي. مشكلة. طبعا مشكل. مشكل. راه مشكل. مشكل عاوز. شحال راه مشكل عاوز. واش انت 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 ما مازلت تصدق الخرافات؟ انت ما مازال عايشين في الخرافات؟ واش انت ماشي ماشي لواحد الارض ما تعرفها، ما تعرف جغرافيتها، ما دخلتها؟ واش انت في راسك بين المسيرة ما دخلت الصحراء الغربية؟ كيفاش حررتوها انتما ما دخلتوا لها كاع؟ وانتما ما دخلتوا لها، انتما جبت جابوكم الى الطاح وصوروكم من هون ومن هون وردوكم في الكاميونات وتحررت هاي الارض. سبحان الله، يا عجبا. خاصهم يتموا يكروكم هذيك 350 الف يتم تكري كروها لروسيا باش تحرر بها اوكرانيا، تديها تديهم في المسيره الى الحدود مع اوكرانيا وتشوفهم اوكرانيا وتستسلم والسلام عليكم. ولا كان شي دوله اخرى حتى يبغى تستعمر شي ارض ثانيه يدكم انتما كذلك يكروكم، يكركم واحد سيمانه ولا 15 يوم وتحرروا الارض والسلام عليكم وترجعوا صافي. انتوا انتوا ماكم، انتوا ماكم محررين، انتوا روسكم ماكم محررينهم في المغرب. انت اش تعد انت في فرنسا؟ لو كنت، لو كنت محرر راسك انت تعيش في فرنسا؟ لو كنت محرر انت راسك؟ لا 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 عيش. انا انا طالع، انا طالع قرايه لفرنسا باش تعرف. انا ماشي طالع قرايه دراسه، طالع دراسه لفرنسا. شحال واحد ما طالع القرايه؟ شحال واحد ما طالع القرايه؟ شحال واحد طالع من القرايه؟ شحال من، شحال من مليون من واحد طالع ما هو بالقرايه؟ شحال من واحد شاري الفيزا؟ شحال من واحد حارق؟ شحال من واحد مشى للغابات اليونان وتركيا والبحر؟ شحال من واحد مات في البحر؟ شحال؟ وانتم ما حررتوا حتى وطنكم من الملكيه، قاعدين تحرروا. قال لك لا ما لا، عاش الملك هذه باينه، هذه في الدم، عاش الملك. شوف واقسم لك بالله يا الياس، شوف
وعسى من خانه وشكوى خانه وراه للمراه ان يمشي عنها الراجل تقول لك راهو خانني الراجل مشى مع واحده ثانيه. هو الملك شكون اللي يخونه؟ شنو هو اللي يخونه؟ خان الملك ولا عسى من خانه؟ والملك عايش بلا بيك والله. شوف الملك لا عايش اسمع شوف انا عارف الملك عايش عايش بلا بيك شوف الملك عايش شوف الملك عاش والحسن الثاني عاش ومحمد الخامس عاش ومولاكم يوسف عاش وانتم ما عشتوا انتم كشعب مغربي. مولانا ومولاك مولاك انت مولاك انت دابا انا كنقول معك في هضرتك كتقول لي مولاك مولانا مولاك مولانا مولاكم مولاكم انتم تقولوا له مولاكم انت اللي تقول لي تقول لي عاش الملك ولا عاش من خانه وانتم ما حرتوا حتى بلادكم انتم ما عندكم حتى مغربي يحكمكم انتم هذو كاملين جاي يمشي بالجزيره العربيه انتم ما فيكم حتى راجل يطلع يقول لك انا هو رئيس المغرب وانا هو رئيس الجمهوريه في المغرب ولا راجل وتقول اننا حررنا ومشينا والارض والصحراء المغربيه والكذيب الاحمر باش صحراء مغربيه باش وانتم محتلينها الامم المتحده ما تعترفكم بالسياده ما كاين دوله تعترفكم بالسياده فرنسا ما تعترفكم بالسياده انت كمغربي انت تصوت في الاستفتاء علاش تصوت لا ما تصوتش علاش تصوت علاه ما تصوت علاه ما تصوت وجهه النظر ديالي هذه ما نبغيتش وعلاه ما تصوت علاه ما عندك الحق خلي لي من انا بغيت ولا ما بغيت علاه ما عندك الحق انت تصوت في الاستفتاء ياك الارض مغربيه ما وعلاه ما تصوت انت في الاستفتاء ما بغيتش نورمال ما بغيتش وعلى وعلاه ما عندك الحق ما انت ما قادت بغيت ولا ما بغيت وما عندك الحق والمغاربه ما عندهم الحق والملك محمد السادس ما عنده الحق ياك محمد السادس قال لكم الصحراء مغربية ايوا ما يصوت في الاستفتاء ما يصوت وما يصوت ولده وما تصوت اخته وما يصوت خوه وما يصوت ولا حد من المغاربة ايوا شنو علاقتكم انتم بهذه الارض حنا صحراء مغربية والسلام عليكم ولا هي اليوم مازالت 48 عام وهي مطروحه عند الامم المتحده انتم مشيتوا حررتوها وهي مازالت مطروحه عند الامم المتحده 48 عام والمجال الجوي كامل تحت الاداره الاسبانيه شكرا لك الياس شكرا شكرا لك شكرا, شكرا جزيلا المهم الله يعاونك الله يدير لك الخير وصافي ان شاء الله امين الله يجعلكم تحروا ان شاء الله الله يجعلكم تتحروا ان شاء الله الملكيه تتحروا ان شاء الله الله يجعلكم انتم تحروا منا نتحروا احنا لا احنا 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 ما احنا تهنى لا تحروا شوفوا انتم ممكن احنا نحركم ان شاء الله من الملكيه احنا نحركم من الملكيه سليمان مرحبا سام فاطمة الزهر عفوا فاطمة الزهر تفضلي سلام مبروك العيد اولا مبروك العيد عليكم لجميع المسلمين وثانيا بغيت نجاوب على واحد السؤال ديال الاستفتاء ديال عرفينا من السؤال فاطمة الزهراء من المغرب مرحبا استاذ تفضل بغيت نجاوب على داك السؤال على داك الولد اللي كان سولتي علاش ما كنستفتيوش حنايا من هذاك الشيء استفتاء تيبقى خاصة للدول اللي خصها هي تنتخب واش الصحراء مغربيه ولا لا ماشي المغاربه حنا معترفين بها ما حنا عندنا الاستغناء حنا دخلنا 350 الف واحد مشى غير بكتاب الله حتى الصحراء يا فاطمه الزهراء يا فاطمه الزهراء فاطمه بزز من اعترفت بها لان اعترفت بها غادي ندخلوا 86 هي هذه في 50 اسمعينا الله يطول عمرك لا اسمعينا باش نتبادلوا اما لا سربح تجي تسربحي علينا هون تسربحي راه داكشي كامل ما وراكب شوفي هذه اللي تقولي معك بالادب ما كنسربحش ما كنعرفش هذيك اللغه ديال السربح كنعرف اللغه العربيه الفصحى هو الا تعرفي اللغه العربيه الفصحى هذه الصحراء اللي تقولي انت قلتي الدول مات الدول يصوتوا عليها الدول ما فهمت انا كيفاش صوتوا الدول في الاستفتاء المهم كاين الاكثريه ديال الدول ديال العالم كلهم صوتين بان الصحراء مغربيه وانهم ما بغاتش تدخل لكم انتم فراسكم باقيين ما فاطمه الزهراء
تديروا فاطمة زهرة، سمعيني شوية فأنا واسمعيني واسمعيني ويرى حتى انت راك تتكلمي انا شنو قطعتك. هذه هذا الاستفتاء، شنو هو الاستفتاء؟ اشرحي لي انت الاستفتاء، اش تعرفي عن الاستفتاء؟ هو استفتاء انتخبوا الصحراء المغربية. انا منتخب المغرب كله، المغرب كله معترف بان الصحراء المغربية. واش حنايا في 350 الف واحد في 75 بني عيب كتاب الله وبكميات اسمعيني اسمعيني لا ينجو البط السردين والكومير وذاك الشيء، لا ينجو. غير قولي لي انت الاستفتاء، هذا الاستفتاء هو شكون اللي يشرف عليه؟ يشرف عليه الامم المتحده، والامم المتحده هي اللي ماسكه ملف الصحراء الغربيه. حتى ولو كنتم انتم داخلين الصحراء الغربيه واستغلوها 48 عام، الامم المتحده هي اللي ماسكه هذا الملف، وراسله واحد البعثين قال البعثه الامميه موجوده في الصحراء الغربيه، ولها 32 عام وهي في الصحراء الغربيه، ومهمتها هو تنظيم الاستفتاء. وحدت عدلت واحد عمليه تحديد الهويه، عدت هويه الناس. هذو الناس اللي صوتوا في الاستفتاء ما هم المغاربة، ما هم المغاربة اللي عايشين في الصحراء الغربية، ما هو محمد السادس ما يصوت، انت ما تصوتي. المغاربة اللي عايشين في امريكا ولا في اي مكان في العالم ما يصوتوا، الصحراويين اللي صوتوا حتى وهم كانوا في الصحراء الغربية، سواء كانوا في مخيمات العزة والكرامة، سواء كانوا في الجاليات، سواء كانوا في اي مكان يصوتوا. انا اقول لي اذا كانت هذه الصحراء المغربية، اذا كانت هذه الصحراء المغربية اسمعني انا اختم لك، انا اختم لك الله يرحم الوالدين. هذه اللي كانت الصحراء المغربيه، الا كانت الصحراء المغربيه خاصكم انتم كمغاربه تصوتوا فيها، ماشي من الصالح ديالو يغضب المغرب. هذه ولا كاي ولا سير شنو شنو الامم المتحده ولا ولا امريكا ولا اوروبا، ماشي من الصالح ديالو باش يغضب المغرب ويقول بان الصحراء انا ماشي مغربيه، ماشي من الصالح ديالو. احنا يرى احنا راه الضحره ديالنا ديال اوروبا، راه المغرب، المغرب عنده الجدر ديالو في طنجه والعرش ديالو في اوروبا. خاصك تعرف بان ماشي من صالح الدول الاوروبيه ولا الاتحاد الامريكي، تما كاينين لاباس امريكان وكاين كاين الدخله ديال المحيط ديال ديالنا حنايا بين الاستريتشو بين المغرب وسبته ومليليه، وهذيك ما يمكنش، ما يمكنش. واخا طالبوا من اسبانيا، شتي النص ديال اسبانيا كلها تنوض لا، ديك النهار مشى سانشيز لاسبانيا وبزز منه قال بان الصحراء مغربيه. سانشيز قال الصحراء مغربيه؟ اه يا صاحبي، مشى مالو علاش مشى هو المغرب؟ مشى تما باش ياكل كسكسو، لا مشى لحل الحدود. اه علاش مشى لحل الحدود وصلح القضيه؟ آه لان راه عارف تما يتحل. هو سانشيز واسمعيني باش ما تعودي تسربحي علينا. اسمعيني، هو سانشيز قال لكم الصحراء المغربيه. ايوا اسبانيا معترفه بالصحراء المغربيه، لا اوبوزيسيون اللي ما معترفاش بها، لا اوبوزيسيون حيت باغا تنتخب، لا اوبوزيسيون البيبي مال بيسوي مشى عاد الملك ديالنا واعترف بمغربيه الصحراء واعترف باي حاجه وكل الحدود والصالح مع المغرب، لان المغرب كيكون بعدا المغرب تيكون واحد النسبه كبيره في الاقتصاد ديال اسبانيا وديال اوروبا. ما يمكنش المغربي ولا اوروبا ولا اسبانيا تخاصم مع المغرب، ما يمكنش. ان المغرب هو ملي كيدخلوا تما هو دواو الباب ديال افريقيا لاوروبا، ما يمكنش اي حاجه كتصاوب في اسبانيا الا خصو يمضي عليها حتى المغرب. انا نتوما ما فاهمين حتى شي حاجه، انا عايشه في اسبانيا وتسمع اسبانيا وتنهضر مع الناس الاسبانيين وكنعرف الناس في اسبانيا وعارفه اللي كاين في اسبانيا وعارفه الجريده اش كيقولوا يوميا على الصحراء المغربيه واش كيقولوا. فاطمه الزهره انت دراك صورتي ان المغرب على انه هو مفتاح العالم، ياك يعني. ماشي مفتاح سمعيني صورتي ان المغرب، شوف صورتي ان المغرب، شوف وانت سبحان الله خليتي هذا مفتاح العالم، هذا مفتاح العالم خليتي كامل هذا المغرب اللي هو الشجره والعروق والبنات. واسمعين ومشيتي عشتي في اسبانيا، هذا هو اللي هذا الشيء انا يعذبني، هذا يعذبني. انتم تخلوا انتم تجارتاش وشوفوا سنويا مئات الالاف من النساء
مئات الالاف من النساء يجوا يخدموا في حقول الفراوله ويجوا يختاروكم كيف العبوديه، وتقولي لي انا تاجره، انا تاجره، تاجره فاش، تاجره فاش، تاجره فاش، انا كنجي نخدموا، وانت وحدك، انت تاجره وحدك، ولكن راه مئات الالاف من المغربيات يخدموا في الفراوله. هذا هو لا يقل على ما على حرام، حق حرام، العبوديه حرام، حرام. ومئات تاع اسبانيون تيخدموا في المغرب دابا في الجزائر. علاه شوفي، علاه شوفي، قولي لي علاه ما يجي، علاه اسبانيا ما تجيب السودانيات، علاه ما تجيبهم بالمئات الالاف من مالي، علاه ما تجيبهم من الجزائر، علاه ما تجيبهم مئات الالاف من اسبانيا، من تونس، علاه ما تجيبهم من موريتانيا، علاه تجيبهم من المغرب؟ ومن ثم تعرف بان المغرب عنده الكلمه الكبيره اكثر من شمال اوروبا، من ثم تعرف بان اسبانيا كتعاون مع المغرب لا في مجال التجاره، في مجال الاقتصاد، في مجال ديال الايميغراسيون وكل شيء. كاين على المسيره. ما تعرفش اسبانيا ما تهمش الغاز ديال الجزائر ولا كيهمها التمر ديال تونس، كيهمها الباب ديال افريقيا، خايفه على 9/7 ليليا اللي قالها المغرب خاصها تهبط اسبانيا السريوال ديالها، داك الشيء اللي كاين. واسمح لي وعيد مبارك. عزك الله، عزك الله، عزك الله، والله هذا قاعد يدل عليك، يدل على تربيتك حقيقه. وي وعلاش ما كنت مربيه؟ هضرت معك في القانون، ما عيطتك ما حتى شي حاجه. ما هي خالقه مره تقول نزل السروال؟ سمعت مره محترمه ما تقول تنزل السروال؟ سمعت هذا اش باش يرضى عليك سيدك؟ والله ما يرضى عليك، والله ما عاس بيك ولا عارف. مساكن، اعتذر من النساء اللي معنا هون. مساكن. تربيه الملوك طبيعي. مساكن. سيدي راهم حق معاه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا وسهلا. عليكم مبارك. عليناك إن شاء الله، مرحبا وسهلا. الأخ محمد رضي الله لي يعني قبل قليل تدخل مواطن جزائري وأشبع المغربي السابق. عرفنا من عرفنا. احمد محمد من اسبانيا، مغربي من اسبانيا. ما تعلق باش نعرفوك انت شكون، وهذا السؤال قلناه لكم. نعم مغربي. قلنا لكم العياشه كاملين، قلنا لكم انت ملي تبغى تدخلوا عند حد قولوا السلام عليكم انا فلان بن فلان، واش يدخلك ولا ما يدخلك، باش يعرفك. انتم جايين بحال الصباط، تدخلوا بصباطكم على الفراش يا اخي. انا ما قديت نفهم انا العقليه، لماذا ما عندكم؟ انت مسكين يعني ملهوف، ملهوف. شوف انت ملهوف باش تطرح السؤال، وانت ما عندك ما قابض تقبض الوقت باش لا على الاقل تتنفس، خذ نفس كيف يقولوا المشاريق، خذ نفس. شكرا شكرا على التوجيه. يلا عطيني. شكرا على التوجيه، شكرا على التوجيه. يعني اول حاجه يعني انت تسامتيني من العيش، انا ما كنقولش عاش الملك، عمري قلتها وعمري نقولها، ماشي عياشي. يعني ما يمكنش تبني الحجه ديالك على حجه باطله، ماشي المغاربه كلهم عياشه. اعطينا وجهه نظرك في موضوع الصحراء. لا اول 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 شيء يعني انت دابا الان هاجمتني ووجهتني، قلت لي علاش دخلت بلا ما قلت السلام؟ دخل قبل مني مواطن جزائري سب المغاربه. شوف 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 هانك، شوف راك فاش تضيع الوقت، شوف فاش تتكلم، شوف فاش تتكلم. لا ما غاديش نضيع الوقت. لا شوف هانك تضيع الوقت، شوف 30 ثانيه ولا 40 ثانيه في التفاهات. انت كنت كنتي كان قال هذاك، قال هذاك الحمام، ذاكش لغه الحمام، هذاك قال وانا خاصني نرد عليه وانا خاصني نطيحه في الارض. يا اخي ناقش معنا موضوع، ينقال له موضوع الصحراء الغربيه، دخل قول لنا انا وجهه نظري هي هذه، وجيبنا الحجاج وجيبنا الادله وجيبنا الوثائق وقنعنا. ودابا انت حاليا ما كتخلينيش ناخذ الكلمه، انا انت كتاخذ الكلمه بوحدك. خليني ناخذ الكلمه ونقول لك وجهه النظر ديالي. يلا انا مغربي، اعتقد بمغربيه الصحراء واؤمن بها ايمانا يعني تاما ان الصحراء مغربيه تاريخيا، واعتقد ان جبهه البوليساريو تاسست يعني بعد خروج المحتل الاسباني، وان جبهه البوليساريو يعني هي مخلفات الاحتلال الاسباني. متى تاسست البوليساريو؟ تاسست البوليساريو يعني في 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 القرن الماضي فقط، بينما الصحراء مغربيه أي سنة؟ أي سنة؟ منذ قرون. أي سنة؟
اي سنه، اي سنه تاسست البوليزاريو؟ جبهه البوليساريو تاسست يعني في لما كان الاحتلال الاسباني. اي سنه؟ اي سنه؟ اي سنه؟ قول لي الف وكذا وكذا، اي سنه؟ اجهل سنه تاسيسها. اجهل اجهل انت عندك المهم خاصك تهاجم البوليزاريو صافي. لا لا اهاجم بوليزاريو، لا اهاجم بوليزاريو، لا اهاجم بوليزاريو. هم يعني هم اقل من سكان الصحراء الغربيه. 1973 طيب سنة 1973 طيب. أين تجاو العياشة؟ أين تجاو العياشة للصحراء الغربية؟ أين تجاو شوف أعتقد أن جبهة البوليساريو هما جزء من مواطني الصحراء الغربية يعني، ولكن ولكن هما أقلية. أين تجاو العياشة إلى الصحراء الغربية؟ أش من سبب؟ أنا أجهل وجود العياشة في الصحراء الغربية. أين تجاو المغاربة في الصحراء الغربية؟ المغاربة دائما كانوا في الصحراء الغربية، يعني الصحراء الغربية هي صح جزء لا يتجزأ من المغرب. أثبت لنا ذلك، أثبت لنا عبر التاريخ، عبر التاريخ السلالات التي سبقت التي حكمت المغرب، السعديين، المرينيين، الوطاسيين، المرابطين، يعني كل هؤلاء، كل هؤلاء حكموا المغرب وكانت الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب. حكموا المغرب شنو؟ حكموا المغرب وكانت الصحراء جزء. نعم، كل هذه السلالات التي حكمت المغرب. اسمع 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 يا أحمد بالضبط. محمد 1884 دخلت إسبانيا إلى الصحراء الغربية، من وجدت أمامها في هذه الأرض؟ وجدت سكان الصحراء. من هم سكان الصحراء؟ هم سكان الصحراء، المغاربة سكان الصحراء، المغاربة الصحراويون، الصحراويون المغاربة. لا 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 لا، لا يوجد الصحراويون المغاربة، لا يوجد الصحراويون ويوجد المغاربة. كيف ما يوجد ريفيون مغاربة، صحراويون مغاربة، وإلا أنا مغاربة. وإلا وأنا أقول لك إنك يا أحمد محمد إنك أنت مغربي برتقيسي، لا تقول لي لا لا لست برتقيسي. لا أنا مش مغربي برتقيسي، كنت أتكلم اللغة العربية، أنا كنت مغربي أصلي. غير عربي. حتى إحنا، حتى إحنا كمغاربة، إحنا كصحراويين ما لا نتحدث الدارجة، ما نعرفوها الدارجة، ما نعرفوها. ياك الدارجة أنا كنحكي معك بالدارجة. اسمع ها، أنا كنحكي معك بالدارجة كتفهمني وكنفهمك. نفهمك حق يا غير، ما نتكلموا بها، ما هي لغتنا، ما هي لغتنا. طيب اذا كان اذا كان الامر كذلك، اذا كان الامر كذلك اسمع 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 شوف شوف اثبت لي انا، انا اثبت لي وجود المغاربه، اثبت لي وجود الزيانيين وجباله والتطوانيين والعرايشيين والزايلايشيين والمراكشيين وسواسه وعبده ودكاله وزيال، اثبت لي وجودهم في الصحراء الغربيه قبل 75. الصحراء الغربية قبل 75، قبل الاحتلال الإسباني، والاحتلال الإسباني أولا بمناسبة دخل بمناسبة ضعف الدول أو السلالات التي تعاقبت حكم المغرب، وهذه مسألة تاريخية. لما ضعفت الدول العربية كلها جاءت جاء الاحتلال. أحمد محمد تفضل تفضل. سؤالي واضح، نعم. أثبت لي وجود كل هذا اللي ذكرت لك في أرض الصحراء الغربية قبل 75، أثبت لي وجود الإدارة المغربية قبل 75. أنا لا أقول يا أخي محمد، أنا لا أقول لك أن الصحراء، أن الصحراء هي أن سكان الصحراء أو من تطوان أو من مراكش أو من طنجة. المعمار المغربي، أثبت لي وجود المعمار المغربي في في الصحراء الغربية قبل 75، أثبت لي مقاومتكم أنتم كمغاربة للصحراء للاستعمار الإسباني قبل 75. لا يوجد، لا يوجد. أنتم جئتم إلى الصحراء الغربية في 75، جيء بكم صح صحيح العبارة، جيء بكم. أنتم لا تعرفون الصحراء الغربية ولا تعرفون أين توجد ولا تعرفون تاريخها، وإنما خطب فيكم، شوف خطب فيكم الحسن يعني الثاني. أعطيني الكلمة يا أخي الكريم، يعني أنا خطب فيكم الحسن الثاني، خليني أعبر عن رأيي. خطب الحسن الثاني، خليني أعبر عن رأيي. عدل لكم خطاب لأنه خليني يعتبركم شعب لا يفكر، ولكن خليني أعبر رأيي. يا الشعب المغربي، يا الله نمشوا لأرض أجدادكم. يا أخ محمد ربي، أنا سمعت رأيك، خليني أعطي رأيي. يلا أعطينا رأيك. أنا سمعت رأيك، خليني أقول رأيي. أنا لا أقول أن الصحراء من حق سكان تطوان وطنجة ومراكش وفاس. الصحراء، الصحراء الغربية سكانهم هم أهل الصحراء. لا أقول أن الصحراء يسكنها التطوانيون والمراكشيون والفاسيون. وباش مغربية؟ مغربية لأنها عبر التاريخ مغربية. لما كانت الدولة المرابطية كانت صحراء مغربية، لما كانت الدولة السعدية كانت صحراء مغربية، لما كان المرينيون كانت صحراء مغربية، لما جاء العلويون الأدارسة كانت صحراء مغربية. كيف يعني سمعنا عن وجود الدولة العربية الديمقراطية بعد 75؟ وهذا دليل على ان الاحتلال هو الذي زرع هذا المشكل. يا احمد محمد، يا احمد محمد، يا احمد محمد، انك تحكي الخرافات.
كيف تقول هذا تاريخ؟ هذا تاريخ يعرفه العالم. اسمعني اسمعني اسمعني، انا سمعتك. انا قلت لك انت اذا كنت تقول بان هذه الارض مغربيه اثبت لي تواجد المغاربه فيها. السكان السكان الذين فيهم مغاربه، صحراويون مغاربه، صحراويون مغاربه. شوف 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 واحد القضيه، ديرها في بالك، دخلها في بالك، دخلها في بالك. ممكن ان تتحدث عن هويتك انت، ممكن تتكلم لي عن هويتك انت وعن انتمائك، ولكن لا تتكلم عن هويه الناس. خلي عنك الناس، الناس هم مغاربه، انت لا تسقط. وفي نظرك، في نظرك يا غير شوف، الصحراويون ليسوا مغاربه، وما يتكلموا نفس كلام المغاربه، وما عندهم نفس الاصول المغاربه، ولا عندهم نفس ثقافه المغاربه، ولا عندهم نفس حتى في اكادير لا يتكلمون اللغه العربيه، حتى في اكادير وفي الاطراف يتكلمون العربيه، وفي الريف لا يتكلمون العربيه. اخي هذا منطق، منطق غير سليم، هذا منطق غير سليم. عندنا منطقه الريف يتكلمون الريفي، الا جريفي، عند الاطلس يتكلمون الشلحه، عندنا سوس. اسمع اسمع واش نقطع، تفضل يا اخي انا كنسمعك. انت مالك عليه مسكت لك القلب؟ ترى اللي سكت لك القلب عليه وين؟ ترى انا كان اللي تموت. شوف لا لك اللي تموت، والصحراء الغربيه ما اللي تتحول مغربيه، هذا وقع الاشكاليه. لا هي حاليا مغربي، هي حاليا مغربي. حاول على راسك، سكانها يحملون جوازات سفر مغربيه يا اخي الكريم. حاول على راسك، حاول على راسك، حاول على الطنس ولا يطلع لك. حاول راك ما كريت الدي ولو من الموضوع الصحراء الغربيه. ماشي انك ما عندك حتى شيء. لا اقادير انهم كذا. شوف لا الاسماء، الاسماء اسمع، شوف شوف اسمع، شوف احنا لا الاسماء، لكن لا الاسماء احنا مع، احنا اللقب ما هو عندنا، عندنا محمد ولد محمد، ولد احمد، ولد محمد سالم، ولد كذا. انتم ايش عندكم؟ انتم عندكم طيب اسمع 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 اسمع، تفضل تفضل. الاستفتاء ذاك الاستفتاء الى نظم اليوم، اليوم صوت، صوت فيه انت في اطار حريه التعبير، يعني سيصوت فقط سكان الصحراء، سكان الصحراء فقط إدارة حرية التعبير. طبعا لان لتقرير مصير الصحراء سيصوت سكان الصحراء. إدارة حرية التعبير شنو؟ إدارة حرية التعبير شنو؟ طبعا لان ما يمكنليش انا، انا انسان شمالي، ما يمكنليش نختار نقرر مصير الجنوب. انت صايم ولا شنو؟ لا تصايم، قولها لنا. اذا قلنا راني نزلت صايم تسمي حرية التعبير. قلنا لك اذا نظمت الاستفتاء اليوم الامم المتحده، اذا نظمت الاستفتاء، هل انت كمغربي تصوت؟ هل محمد السادس يصوت؟ لا. سأجيبك على هذه النقطة، دعني أجيب. هل المغاربة يصوت؟ لا خليني أجيبك، خليني أجيبك. أنا لا أصوت لأنه وقع مشكل، يعني كاين أقلية من الصحراويين يقولون أن الصحراء يجب أن تكون مستقلة، الصحراء الغربية يعني في إطار ما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولكن كاين أغلبية ديال سكان الصحراء يقولون أنها يجب أن تبقى موحدة مع المغرب. في هذا الإطار يعني حتى نتيح فقط لسكان الصحراء ليقرروا مصيرهم، لا أشارك أنا ولا يشارك غيري من سكان، يشارك فقط سكان الصحراء اللي عندهم هذا. يا غاري اسمح لي، يا غاري إلى عادة الصحراء مغربية، إلى عادتها، إلى عاد مثلا هذا الكأس مغربي، واش ماشي من حق الناس كاملة تصوت عليه المغاربة ولا لا؟ لا، لأنه مشكل وقع في الصحراء ما وقعش في المغرب كامل. يا شريف يا صح، وقع في الصحراء، يا غير الصحراوي سواء نسكن في فرنسا، في اوروبا، في اسبانيا، في اي مكان يصوت. المغربي حتى ولو ازداد في الصحراء الغربيه ما يصوت، لانه يقف قدام لجنه، قالها لجنه تحديد الهويه، يتسولوا عن اسمه واسم ابوه واسم جده واسم جد جده واسم عائلته. طيب. وهي تحدد يا كانوا صحراوي ولا ما هو صحراوي. طيب ما في مشكلة، معناه على انه، شوف معناه على انه هاي الارض تعني الصحراويين فقط، فقط انتم مغاربه لا تعنيكم لا من قريب ولا من بعيد، وهذا خاصكم تدخلوا رؤوسكم. شوف لو كان لو كانت ارض الصحراء الغربيه تعنيكم والله تعني مالككم وعنده علاقه بها لحسمها وما تعنيكم، يعني كانكم انتم اليوم. ساقول لك جوابي الاخ محمد، ساقول لك جوابي. ما على سبيل المثال لو افترضنا ان اسبانيا قامت باحتلال مدينه تطوان من جديد، هل سيكون من حقي، هل سيكون من حقي سكان اكادير ان يتكلموا في تطوان؟ انا لا اناقش معك، هل سيكون بامكان سكان اكادير ومراكش المشاركه في الاستفتاء حول مصير تطوان مثلا؟ وهذا هو المنطق، هذا هو المنطق يا اخي الكريم. اسمع المنطق، واش من منطق عندك؟ هذا هو المنطق. وانت ما تصوت في الاستفتاء، وانت ما معترف لك حد بالاستفتاء. انا ما نصوتش، ما عنديش مشكل، انا ما غنصوتش وما غنصوتش في الصحراء، انا من شمال المغرب. وشوفوا كان واحد الاسباني اللي يجينا اليوم يناقش معنا مشكله الصحراء الغربيه، يقولوا له الصحراء مغربيه وكذا وكذا، اللي يسولوا يقولوا انت اسباني انت. لا ولكن هي اسبانيا هي اللي تدعمكم، اسبانيا وفرنسا واسرائيل والولايات المتحده الامريكيه وغيرها. بارك اخبارك، واش الشور عليك؟ علاش بارك؟
وراه اللي يسكت عليك يسكت لك القلب. الشور عليك الشور. لا ما يسكت ليش القلب، انا كنت ناقش معك بهدوء. الشور عليك وانت تقول هدوء، شنو هي تدعموكم ما تدعموكم، واحنا شوف طبعاً. يدعمنا واحنا الا دعمنا حد راه يدعمنا باش نقبضوا حقنا. وانت اشنا انا نسوي لك انت كمغربي، لماذا هؤلاء اسمع لو سمحت لماذا هؤلاء الذين يدعمونكم لا يدعمون لا يدعمون مثلا الفلسطينيين لاخذ حقهم؟ لماذا لا تدعم اسبانيا الفلسطينيين؟ لماذا لا تدعم فرنسا الفلسطينيين؟ لماذا لا تدعم امريكا الفلسطينيين؟ لماذا يدعمونكم فقط؟ لماذا يدعمونكم انتم فقط؟ وانت ايش تقول؟ تقول لا اقول لك الحقيقه، هذا سؤال. لا كما تدعمكم في حق تقرير مصيركم، لماذا لا تدعم الفلسطينيين؟ ولماذا تدعمكم؟ ولماذا وجهت السؤال واضح، وجهت السؤال واضح يا اخي محمد. وسؤال واضح نموت يا اخي. شوف راه تضيع الطاقه اللي عندك. لا لا ما كنضيعش الطاقه، انا مشارك في الموضوع، انا مشارك في الموضوع، اعطي رايي في الموضوع. شكرا لك. طبعا ستقمعني وستندلني، طبعا ما في مشكله، ماشي تقمعوني شنو؟ تضيع لنا انت الوقت، فلسطين تضيع لنا لامريكا، واحنا نناقش معاك مشكله قالها مشكله الصحراء غربي. انا عليه تسكت، سكت لك القلب. السلام عليكم. ضحكتين اخ محمد راضي. مش نقول لك عيدك مبارك سعيد بدا. انا ان شاء الله على الامه الاسلاميه جميعا. عرفنا والله ما سهلش، والله ما سهلش. شت قضيه السحر والله قضيه معقده. عرفنا من نفسك بفضلك، والله عرفنا من نفسك، خلاص عرفناك بالجزائر والله. نعم معك عبد الله من المغرب. مرحبا وسهلا، تفضل. قضيه السحر قضيه معقده الصراحه، لان معقده لان المغرب اون فيت المغرب كان مستعمر يعني من دولتين عظميتين، يعني جوج ديال الدول كل وحده منهم على الاقل كانت عندها شي يعني شي 30 مستعمره حول العالم، اللي هي اسبانيا وفرنسا كانوا امبراطوريات. يعني كيف كتعرف اخ راضي، اسبانيا خذت الشمال والجنوب ديال المغرب، فرنسا خذت وسط المغرب، ذات الصحراء الغربية ماشي جنوب المغرب. طيب أنا نحاول شوف يعني معايا، شوف خليني من التاريخ، وخذات هذيك وخذات بعد خذات. احنا تقولنا هاي الصحراء مغربية، أثبت لنا بأنها مغربية. سؤال بسيط جدا، أثبت لنا بأنها مغربية. avec plaisir. أبسط حاجة سولتيني عليها أخويا محمد. اولا الصحراء الحمد لله قبائل، الصحراء عباره عن قبائل، فيهم قبائل يعني تعتبر نفسها يعني مغاربه، وفيها قبائل يعتبرون نفسهم غير مغاربه، يعني من باب الانصاف باش ما نكونوش يا اخي الله يطول عمرك. شوف انا اسالك عن الارض، خليني من القبائل. احنا كشعب صحراوي احنا من حقنا نتكلموا عن شعبنا، احنا ما تينا نتكلموا عن القبائل، احنا قبائل تجاوزنا، احنا عندنا شيء قالوا الوحده الوطنيه. انا قلت لك هذه الارض، ما دمت قلت لي بانه هذا سؤال بسيط جدا، انا اثبت لي بانها مغربيه. باش تثبت لي مغربيه، هل كنتم فيها من 1800؟ لا نمشي معك لا لمرحله الاستعمار الاسباني، لا ما نمشي معك بعيد. هل كنتم في الصحراء الغربية من 1884 إلى 1975؟ طيب اللي يعني أنتم طبعا كصحراويين أنتم كتدعيوا بأنكم ما كديروش القبلية أو لا القبلية يعني ليست معيار بالنسبة لكم، لكن للأسف أنتم عندكم تمييز قبلي. محمد ومن محمد يعني ودابا خليني نكمل هذا الصوت. اسمك محمد، يا اسمك محمد. انا ما تهلي فانا شوف انا خليني من الله. اسمي عبد الله. شوف عبد الله ما تمشي لي. كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. شوف اسمعني، شوف انا سولتك، انا شوف خليني انا راه كنجاوبك، انت كتقاطعني. ها تمشي لي انتم. انا سولتك الصحراء الغربيه من 1884 الى 75 أين كنتم فيها؟
خلينا احنا شوف احنا نتصارعوا نعودوا نتفاتنوا بيننا نقطعوا روس بعضنا نحن نعدلوا اللي بغينا في بعضنا ذاك يعنينا شغل داخلي. سولني انا سولتك على التواجد المغربي والتواجد للإدارة المغربية وتواجد الإنسان المغربي في الصحراء الغربية في هذه الفترة. طبعا الحمد لله التواجد يعني من منذ كان المغرب مغربا فالحمد لله فيه يعني السكان ديالو من الشمال الى الجنوب اخي الكريم سكان متنوعه، فيها الامازيغ وفيها بني يا حسان. عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله انا اقول نعم. لتواجدكم انتم كمغرب كسلطه مغربيه كاداره مغربيه كمدرسه مغربيه مسجد مغربي قبر نعم. مغربي هذا ولا تثبت لي ما تبقى تقول لي انت يلا اعطيني شوف لو كان عندك لي تقول لي مباشره سي تري سامبل سي تري سامبل اعطينا تري سامبل يعني في القرن الثامن عشر انت اللي كتهضر عليه القرن الثامن عشر او اخر القرن التاسع عشر فين دخلت القرن الثاني الله يرضى عليك ما انا نتكلم على القرن التاسع نو نو بس كنت ضيعت لنا اربع دقائق ضريك لا 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 انت لا تريد ان تسمع الحقيقه محمد شي مشكله واعطينا شوف واعطينا يا سؤالي واضح نكرر لك للمره الخامسه راه الناس تتابعنا انا طرحت عليك السؤال للمره الخامسه تجيبني باش تبقى تقول لي البرابرة الامازيغ وانا قلت لك تواجد شوف اعطيني اسم عامل اعطيني عامل لوزاره الداخليه قبل 75 ما كانتش كاينه ما كانش وزاره الداخليه الله يرضي عليك محمد وانت حتى دابا ما تقنيش ما كانت شوف شوف كيفاش ما كانت كيفاش ما كانت وزاره الداخليه كيفاش ما كانت وزاره الداخليه وسمعنا هضر معك لا 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 ما تضيع لي الوقت لا تضيع لا لا انت خايف انت خايف انت خايف لا لا تضيع الوقت نتحداك نتحداك خلي نضيع الوقت نضيع الوقت نو تتحداني فاش تتحداني فاش تضيع لي الوقت خايف مناش شنو هو اللي خايف انا طلعناك 6 دقائق ولا 4 انت تبقى هنا انت خايف تضحك طبعا انت وعندكم موضوع لا ضحك موضوع الصحراء الغربيه عندكم بحال الضحك لانه لو كان تعتبرونه موضوع كنت تعتبروه موضوعكم كون ما تضحكوا كون جوت ولكن خايف مرحبا وسهلا عبد الله ما انا سامعينك ما انا سامعينك السلام عليكم محمد ماني سامعك ماني سامعك هو ما عندك مشكل عندك مشكل شكرا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كيف انت مزيان عيد مبارك لينعك ان شاء الله لينعك ان شاء الله مرحبا وسهلا وهذا شحال نقول لك السر راضي ضحكتينا اخي الله يعطيك الصحه عرفنا من نفسك عرفنا من نفسك من فضلك من وين حسن من مدينه تطوان من شمال سيدي مرحبا وسهلا تفضل حسن السر راضي تفضل تسمعني استاذ عدد الناس هذو يحمقونا اخي ديالي قال لك الصحراء السبته مليليه هاد العياشه يفركونا صاحبي كانوا مقدين يمشيو عين يحروا امانديس وغلاء الاسعار والفساد عاد ينهضروا يقولوا في الصحراء كتناقش معاهم الموضوع علاه يعني عمان واش ما عندهم الشجاعه ولا شنو واش عندهم مشكله الشجاعه ولا الرسول ما كان القمع السرابي القمع يعني انا حاليا كنت عايش في الديار الاسبانيه ورجعت للمغرب أكبر غلط عملته في حياتي رجعت لوطنك وبالنسبة لك غلط في حياتك غلط بزاف حال اللي وقع نرخصم مصطفى حق والا شنو صدمك الواقع ولاش ما كاين والو ما كاين عمل ما كاين والو صراحة ما كنخاف حتى من شي واحد حنا على الله وعلى المباشر والحقيقه تقال يا غير مناش جاي هذا الذل هذا الخوف من المخزن الى هذه الدرجه
الشعب خوفا بزاف. انت كتشوف تم القبض على نصر الزرزافي، تم القبض على حن مهداوي حكيمة عطاو طحان، يعني بنادم كيخاف يعني. ويا في الزنقه، ويا في الزنقه حبس، علاش غيديو بنادم للحبس؟ حنا عندنا الزنقه حبس سي خليه ضربوا، خليها في الزنقه. عرفتي الموضوع كيفاش؟ لا مدير الحبس، يديوها السوق الاربع ويطلقوه تما، يدوزوه على العامين ويجيبوه عاود للشمال وبركه عليه، لا ما يدخلوه للحبس. والله صدقت، والله حقت، الله الا صدقت، والله العظيم الهم كي ضحك اخي. وهذا اللي يقول لك الصحراء مغربيه، وراه مصدعين النهار كامل هم الصحراء مغربيه والسر يقولوا لناش انه ديك الصحراء، حتى حنا نمشيو نرجعوا صحراء، حتى حنا ما كرهناش نعرفوا شنو كيف ديك الصحراء، رانا قاحله قول له في الشمال، شنو الصحراء حتى حنا نمشيو عندكم. نحن جنود الخفاء، يقول له ما طفروها كاع دوك اللي عندهم الشجر وديان ومارتين والفنيدق. هضروا جوج الصحراء، هضروا جوج الصحراء اسيدي، هضروا جوج، عطينا البترول عطينا الغاز عطينا، زيدنا في السميك اسيدي، فتحنا سبته ومليليه نمشيو نخدموا على راسنا حدا الدراوج الله. بس تقول لي الصحراء واش كي تما شي حاجه نمشيو نبيعو نشريو فيها؟ قول لي لاش هذا الشعب المغربي شي يجيه من الصحراء مثلا، شي يعطيه محمد السادس ولا الملك ولا الحسن الثاني، شي عطى للشعب المغربي من الصحراء؟ شوف ما نكذبش عليك الحبيب، والناس اللي مشاو في المسيره 75 مساكين كلاو الشحط على خلاه، مشاو بخبيزه والتون وجاو بالاسرى والحاشاك، شي دا الصحراء وشي ما تبدل، ما خرجوا لهم التقاعد ديالو، ما عطاوهم شي منحه، العسكري مخير كيسالي السيرفيس ديالو في العسكر كيجي لنا يبكي، شكون كيعاونو؟ كيعاونو عي الشعب، ما كيعاونو حتى شي مسؤول على في الكره الارضيه، الشعب اللي كيعاون بعضه. وهذو ياك شفت الجنود يتفرشوا الكرتون قدام البرلمان وكل مره يضربوهم فمتعدى، احنا كنشوفوا جنود متقاعدين كيبكي مسكين كيقول لك ما عنده ما ياكل، وكيفاش بغيتي حنا نتيقوا صاحبي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم. وعمر جاء عن انت مغربي، عمر جاء عم صيفطوا لك شي كرتون من الحوت، قال لك راه هذا راه نصيبك من الحوت اللي جاي من الصحراء الغربيه، ولا الفوسفات، صيفطوا لك شي ماندا قال لك راه نصيبك من الفوسفات. والله ما اصير راضي، والله ما نرضى به، والله ما نرضى بشي واحد. فرض لا، هل سمعت انت شي مغربي قال لك راه واحد النهار جابوا لهم واحد الصندوق ديال الحوت، قال لهم هذا راه نصيبكم من الحوت اللي جيبوه من الصحراء الغربي؟ واذا جاب لك شي صندوق ديال الحوت ما تبروش يعرف باغيين فيك الخدمه. ما تبروش احسن. قول لهم شي صافي راسي ما تعطينيش، واذا عطاك عرفوا عايزوك حتى الدوله ما كتعطيش. حسن وجه شي نصيحه لهذو اللي يقول لك، هذو اللي مؤمنين بالخرافه، خرافه الصحراء المغربيه. انت وسيدي الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. قل له قبل ما تقول الصحراء مغربيه يمشيو يحروا عي سبته ومديليه ويجريوا على امانديز اللي كتجيب لهم 1000 درهم في الشهر الفاكتوره، وما قدرش شي وحيد يهضر يقول الله نادى منكر، باللي يجريوا على امانديز ساعه قول له موقي تحرر اللي بغيتي. ما شاء الله، برافو عليك، راه كيف كلام ديالك، برافو عليك اخي، انك كنقول الحقيقه، كنقول الحقيقه، ما عنكدبش عليك، ما نزيد ما عنقص، انا ما عندي مشاكل حتى مع شي واحد، عرفتي كيفاش؟ والناس الناس اخبار ديال واش الناس ناس عادت توعى شويه الاخ حسن؟ هي ولكن القمع، احنا مهدين القمع، احنا فحال واحد، احنا المخزن ديالنا قنبله مؤقته، تهضر يتفجر فيك ما كيخليكش تعلي الراس. عرفتي هي شفتي تينا متابعه بعد الاحداث، راه رمضان وغلاء الاسعار وغلاء البنزين، والشعب مسكين الهضره اللي قلت تقهر بها كيقول لك عاش. واش الناس فعلا مضرين من الاسعار الاخ حسن؟ بزاف بزاف السر هذه، بزاف راه بزاف بزاف، راه الناس كتسعى كتسعى وما قدراش، ما كاينش ما شنو البديل في المغرب اذا بنادم ما طلبش عيس راقي يمشي للحبس؟ ما كاينش البديل، يعني كي احنا هذا كنتعايشوا مع بعضنا، هذا يدبر على هذا، هذا يعطينا هذا، حيت عارفين المصير. هي العطله،
الصيفيه وجاي العيد الكبير وجاي جاي الدخول المدرسي. وقتنا دابا حنا كنقولوا بالدارجه الشهر بحال النهار. يا عاود اخوات لك بوطاج جيتي بوطاج الشهر الضو خلصتي الضو جا الكرا خلصتي الكرا جا الماء عاد ارى الحولي ارى الحيوان ارى هذه الدخول المدرسي ومين مين هذا الشيء هذا. حنا حنا كنا كنعرفوا الناس الساكنه السامال الريافه كانوا كيمشيو يدبروا راسهم في الديوانه حقرونا شدوا لنا الديوانه باش نتازموا نموتوا لهم بالجوع ولكن حنا عندنا الله. والله ان شاء الله يفرج عليكم ان شاء الله الله يفرج عليكم خويا. اللهم امين السر هذه. جزاك الله خيرا الاخ حسان الله يوفقك ان شاء الله والله لا يبدل الحال هذا وين قد. اللهم امين السر هذه وتحياتي الله ينصركم على العديان الله ينصركم على العديان الله يخليكم ديما في ديوركم. امين ان شاء الله امين ان شاء الله. مشكور والله مشكور والله مشكور والله جزاك الله خير. شكرا استاذ مع السلامه. مع السلامه. مرحبا استاذ. مرحبا سلام. مرحبا سلام. مرحبا سلام والله. مرحبا. امين ان شاء الله. مشكور امين. لا شكرت الاخت ميمة تكبس. شكرا. تفضل. الله يطول ان شاء الله. خلاص مشكلة. ما هو الأخ الجزائري هو كان مشكلة الفضول كان من الشعوب كان بعض الشعوب عندها مستوى الفضول طالع يعني أصلا فضولي يعني يقحم في أولوياته في حياته ما عنده أولويات في الحياة اللي يعيش هو ما عنده أولويات عنده القضية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهذه إشكالية حقيقية عند الشعب المغربي ترك هما دخلوا له راسه على أنه هي هذه القضية الوطنية الأولى أولى الأولى ما سابقها لا جوع ولا فقر ولا تنمية ولا شيء هذه هي القضية الأولى وبالتالي هو عاش في هذه الخرافة فمجرد يسمعها يجي يدافع عنها وراء يعتقد على أنها مرتبطة بمصيره ولكن من جيت تسرح حاله بالخشيبات يهتدي إذا كان عاقل واحد إنسان اللي هو ديمقراطي مع نفسه يهتدي للحقيقة ويقول لك لا وفعلا أنا هذه ما عندها علاقة به ولكن هذا تفضل الأخ الجزائري. الأخ محمد أنا بالنسبة لي يعني كمشاهد يعني خارج الصراع الصحراء الغربية والمخزن المغربي يعني ما أنا بالنسبة لي المواطن المغربي يعني الصحراء الغربية لا تهدد اقتصاده أو لا تهدد سيادته على بلده. الصحراء الغربية يعني لديها سيادة لوحدها لديها أرض لوحدها يعني خاصة بها عازلة نفسها عن المغرب. أوكي يعني ما فائدته يعني أنا ما لاحظتش يوم ولا يوم أنه مغربي جا شكاع من مثلا من الأسعار فتح لايف على مشكل داخلي هما مثل ما يقولوا نحن ناقشوا مشاكلنا الداخلية. أنا بالنسبة لي من يدخل هم يناقشوا في مشاكل الغير ما يناقشوا حتى مشكل داخلي. وهذا مرتبط بكيف قلنا بترتيب الأولويات هذا مرتبط بترتيب الأولويات المواطن في أولويات في حياته ما عنده أولويات عنده الأولويات مقلوبة يعني الأولوية الأخيرة هي الأولوية الأولى
بدل يدافع عن نفسه يدافع عن حقوق ويجي يعاونك انت هو كذلك باش يتحرر هو من هذه الدكتاتورية، لا هو يجي يتصدى لهذه الدكتاتورية باش تبقى عنده الدكتاتورية. والله كارثة، والله كارثة. حتى المستوى تاع انه الناس اللي تدخل معك في اللايف، مع احتراماتي للناس اللي معك في اللايف، يدخل معك شخص يبدأ يقول لك الأدلة والبراهين والتواريخ وقت تعرف انت وهلما جرى وصلت بهم يعني درجة الحماقة، حتى انه كنت تجبد له، حتى تقول له مثلا ادخل لجوجل شوف ويكيبيديا وش مكتوب، فا يقول لك لا ويكيبيديا هذه حرفتها الجزائر. تخيل يعني فهمتني؟ يعني تقول له ادخل اقرا كتاب. عنده حساسية من الجزائر، عنده حساسية من الجزائر، لأن المخزن نجح في ترسيخ ذلك في عقوله. هما مش هم، أنا حاب نوضح لهم يعني باللهجة العامية، هذم إخواننا في الصحراء الغربية، لديهم يعني دولتهم الخاصة، لديهم سيادتهم الخاصة، هم قضيتهم تهمنا، لأننا يعني عشنا يعني مراحل من الاحتلال، ونعرف قيمة الأرض وقيمة الوطن. يعني تهمنا هذه القضية لأنها قضية يعني شرف وقضية عادلة. أما الناس التي تعتقد باللي رانا ندخلوا واللي رانا جزء من الصراع، لا، يعني لو كنا جزء من الصراع لا ممكن تدخل وتشوف تصنيف الجيوش. يعني لا حسم في لا حسم منذ زمان. ايه ولكن هذا يعني لو وتفهمون من تفهمون من تفهمون واحد جاهل، هذا تفهمون من هذا جاهل، هذا يحب الجهل، يموت على الجهل، هذا عدو المعرفة. هذا خاصك تفهم عن كائن العياشي، هو إنسان يحب الجهل، يموت على الجهل. يعني لو أنك تتكلم معه اليوم بلغة الجهل وبلغة غير منطقية سيمشي معك وتطربه، ولكن حينما تتحدث له بالمنطق والعقل لا يعاديك، يعاديك، ينصب نفسه مدافعا عن الجهل. لماذا؟ لأنه استطاع أن يجهل الشعب. والله الأخ محمد، المنطق تاع الحياد اللي هم يعني يحسبونا بمناش ماخذين منطق الحياد، يعني تخيلوا يعني سواء عسكريا أو اقتصاديا، أو مانيش جاي هنا باش نقول لك ما هي مركز دولتي وما هي يعني دورها في أفريقيا، لكن تقدر تطلع يعني سواء تاريخيا ولا في الحاضر، لو كنا تدخلنا في مشكل الصحراء الغربية، يعني تدخلنا، يعني كانت القضية يعني كما يقول هو مسالينا، ما تبقاش الهضرة هذه ولكن نحن خلينا القضية هذه للصحراويين، والصحراويين هم اللي حروا بلادهم. تماما. فالأخ الجزائري والله شكرا جزيلا، ما سكن الأخ نشكرك، وإن شاء الله ملاقات الخير إن شاء الله في لايف آخر، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا، والله شكرا. مرحبا. كانت تفضل. مرحبا بك سي محمد رضي الليلي، معك محمد بشيث من تونس، مرحبا باحث محمد ورجل اقتصاد واستاذ جامعي. مرحبا وسهلا، والله وفرت الاخ محمد، مرحبا وسهلا، تفضل اخي. اهلا وسهلا. بو انا مش نزيد فيما قيل، لانه الشواهد التاريخيه وحتى الحراك السياسي والدبلوماسي الحالي يثبت انه لا علاقه للصحراويين بالمغرب كشعب وكمجتمع، كذلك على مستوى جغرافي هي تعتبر في إطار الاحتلال، والدليل على هذا أن موضوعها موجود في الأمم المتحدة وقضية متنازع عليها، وبالتالي معناها لا تجد معناها كونفيرماسيون أو اعتقاد بامتلاك الصحراء إلا عند المغرب أو المغاربة في حد ذاتهم، وهذا بالعكس هذا يضعف حجتهم ويضعف موقفهم، لأنه باعتباره هذا الموقف هو موقف من طرف واحد، يعني ليس موقف متشارك أو عالمي أو يحوز على اتفاق الجميع. يعني بصراحة يعني هذه كان كإنسان محايد وكإنسان قارئ جيدا. كذلك كان ذكر مرة في 2016 عمل دراسة على الموسيقى الصحراوية واللباس الصحراوي في مجلة أمريكية، وتوجدت أنه لا علاقة لا في اللباس لا في اللغة لا في مفردات اللغة لا في الحروف لا في يعني سانتاكس، سمحت نتكلم فرنسا سانتاكس، وإلا
البرونسيشن ولا الحوايج هذه كل ما عندهمش علاقه بالثقافه المغربيه وطريقه واللغه المغربيه، اللهجه المغربيه بشكل عام، اللهجات المغربيه ما عندهمش علاقه مباشره. اقرب ليهم ناس هم الموريتانيين وقسم الموريتانيين، حتى مش موريتانيا فقط. هذا من ناحيه الثقافيه تحديدا. من ناحيه السياسيه الامر محسوم، يعني الدليل على ذلك كان وجود جبهه تقاوم من اجل الاستقلال، وجود شعب يطالب بالاستقلال، وجود قمع من طبيعه عسكريه تعبر على سلطه احتلال. لو كان جات معناها انه الشعب معناها لو كان جاوا الصحراء ومغاربه ما كانش يقمعوهم بطريقه عسكريه، هذه اكبر دليل. يعني انا زرت المنطقة هذيك تقريبا في 2017 ولاحظت أنه الحضور العسكري والأمني أقوى أكثر مما يتخيل مما وجدته في المغرب كامله صراحة. هذا ملاحظاتي فقط، يعني أمنية يعني مخابراتية في كل مكان مخابراتية. يعني منا الحضور الأمني ظاهر للعيان بشكل رهيب جدا، في كل موقع تجد دورية، في كل موقع تجد يعني الشرطة بدون زي رسمي، في كل موقع يسائلونك من أنت إلى آخره من هذا الكلام. يعني فهمت، وهذه يدل على أنه معناها هي سلطة احتلال. يعني يذكرني بالأساليب الاستعمارية القديمة يعني فقط. ولا إضافة إلى هذا أنه طبيعة الحكم في حد ذاته كناوي هي حكم ثيودالي قديم، يعني حتى لا ينتمي إلى هذا العصر صراحة. يعني أنا اللوم على أخواننا المغاربة أنه هذا الحكم قد جمدهم في القرون الوسطى ولم يسمح لهم بالتطور حتى على مستوى سياسي، لا على مستوى طبيعة الحكم، لا على مستوى آليات الحكم، لا على مستوى يعني طقوس الحكم. يعني صراحة يعني لو كان نرجع لطقوس الحكم حتى كما نشوفوها تم ونقارنوها بقرن 16 و15 نلقاها هي نفسها، يعني مع تغيير الأشكال والملابس والأشخاص فقط. يعني هي نفسها، وهذا يعني ببساطة يعني ما ثمش تطور في الفكر السياسي صراحة، ما فيش تطور في الفكر السياسي، الحاكم لم يطور نفسه من الداخل. يعني واضح ولا؟ بقى في علاقة قمعية استبدادية مع شعبه. وأنا صراحة عقيدة، أنا رأى المخزن كما مغتصب الصحراء الغربية هو كذلك مغتصب للمغاربة أنفسهم، يعني هو دخيل عليهم، لا في منطق التفكير، لا في منطق الحكم، لا في أساليب الحكم. يعني هذا الشعب، هذه دولة أو هذا حاكم يتاجر بشعبه في كل المجالات وبطريقة قذرة صراحة. وهذا مش كلامي، يعني هذا كلام محلل أمريكي قاله تقريبا عنده شهرية في جامب، يكتب مقال في الواشنطن بوست اسمه جوديس، تنجموا تطلعوا عليه وتشوفوا شنو قال، شنو حكاية. يعني كيف مثلا شفت أنا بالألمانية كيف تقرير حول الملك ذو الوجهين و كينج دبل فيس، هذا شفت ماذا يقول عليه لحتى الألمان نفسه في الدبليو دوتش فيلا. يعني والله صراحة مخجل، وتبقى واحد يطلع يدافع منامه يبدو أنه غير مطلع وغير فاهم أو غير مطلع على ما يحدث وعلى ما يجري وعلى ما يكتب حول المغرب. أستاذ محمد، من الناحية الاقتصادية، يعني حتى من الناحية الاقتصادية صديقي. لا أخ محمد والله شكرا. أنت هل تتوقع تغيير النظام في المغرب يعني قريبا؟ أكيد بعد التطبيع، أكيد هذه ما فيهاش نقاش. وان نعطيك مش حتى ان نعطيك حتى يعني اشهر او سنه على اكثر تقدير ونقولها لك، لانه يعني استنفذ كل امكانيات الحكم، يعني استنفذ افلس سياسيا، افلس اقتصاديا، افلس اجتماعيا. يعني تقريبا تقريبا ايه قريب جدا، يعني ما افلس الحكم هذا، افلس انتهى امره. وانا يعني صراحه يعني انتهى، يعني هو يقاوم من أجل اللحظات الأخيرة فقط. يعني والدليل على ذلك أنه حتى الحاكم نفسه اللي هو الملك متاعهم يعني الذي يقضيه خارج المغرب أكثر مما يقضيه داخل المغرب. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني إنسان هارب، يعني إنسان غير ممسك بتفاصيل الحكم وبآلية الحكم، غير ممسك بالحكم. يعني على طول التاريخ ما تلقاش ملك يقعد يقضي بالأربعة والخمسة شهور خارج بلاده، مستحيلة. لا لأنه أي ملك ولا حاكم إذا كان يعني صاحب فكر، يعني صاحب نظام استبدادي. نعم. يعني خصوصا إذا كان يعني يقبض البلد من حديد، يعني
لا هو مش حتى قبضة حديدية، هي حكم يعني من طبيعة الحكم الفيودالي هو التعامل العسكري والأمني القوي والشرس، وفي نفس الوقت فهمت ولا معناها يعني اتخاذ وجه سياسي مغاير للآليات من هذا النفاق الدبل فاس هذه هل 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 شكون قال يعني يعني الحاكم هذا يعني من ناحية اجتماعية يبدو مرام ومهاد ومسالم، لكن من ناحية آليات الحكم آليات قمعية صراحة، وحكم حتى من تعبير تقول يرجع القرون الوسطى يعني ما تطورش حتى سياسيا وحتى على مستوى الميكانيزمات والآليات ما تطورش، والتطبيع مع إسرائيل ما هوش بصالح المغرب تماما، لأنه في نهاية الأمر لأنه القراءة السياسية للشرق الأوسط تشير إلى أن اليهود نفسهم يلوجوا على مهرب آمن ويلقاوه في المغرب، وأنهم يحبوا يصفيوا النزاعات الكل من أجل أن يعيشوا في أمان، لأنه في الشرق الأوسط كانوا في حالة حرب دائمة لم تنتهي إلى الآن تمام صراحة، يعني ما يمكنش يتواصل صراحة، ما يمكنش يتواصل يعني فهمت، ومع مهما كان يعني واستقلال يعني استنفذ كل أوراقه استقلال الصحراء الغربية طبعا. علاش؟ هم فسرك على استقلال الصحراء الغربية، أنا باش نعطيك مؤشرات وأنت فكر فيها سي محمد. أولا حالات الهجوم المتكررة والمتكاثرة بعد التطبيع لاحظها. إيه اثنين يعني الهجمات العسكرية لا الهجمات الدبلوماسية والسياسية، الاتهامات بالتجسس، الاتهامات بالرشوة، فهمت؟ المحاكمات الأمنية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمحاكمات الأمنية إلى آخره، هذا رقم واحد. رقم اثنين وهذا مهم، تسارع نسق التوطين اليهودي داخل المغرب اللي ما يعرفش يعني تسارع قياس اقتصادي وحتى يعني نجم نقولوا احنا او نيفو دي كونستركسيون دي زابيتا معناها يعني كيش نقول بالعربي يعني بناءات المعمار على مستوى معماري كذلك معناها تسارع النسق. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا وخطيرة جدا هو كون الاعتراف المتسارع بقضية الصحراء الغربية من قبل الشعوب وتواتر الوعي العالمي بعدالة القضية، وهذا مش كانت شو تقرأ المقال تكتب في البرازيل تكتب في المكسيك تكتب في كولومبيا وتكتب في الأفريق دو سود وتكتب في بعض الدول العربية، يعني في نهاية الأمر يعني هناك حجة المغرب في هذا الامتلاك أصبحت ضعيفة وباطلة ترتفع إلى يعني ترتقي إلى مستوى البطلان حتى عند الوعي البسيط العامي عند الناس يعني بصراحة. النقطة الرابعة والأخيرة في نهاية الأمر هو أنه الاختراق غير مسبوق للكيان للدولة المغربية في مستوى آلياتها في مستوى إداراتها في مستوى حكمها في مستوى قصرها، وهذا يعني كما الثعبان الذي يلتف حول الضحية متاعه للإجهاز عليها، إذن لأن اليهود حينما يريدون دخول البلد لا يريدون حاكما قويا يريدون حاكما ضعيفا قادرين على التعامل معه صراحة. تماما هذا هو صديق يعني قريبا قريبا أنا من باب التحليلات والقراءات اللي نشوفها يعني قريبا قريبا ستنتهي، يعني تصور أنت من 2022 ل 2000 إلى حدود الساعة ثم تقريبا دول 16 اجتماع في جلسة عامة وغير الجلسة العامة في الأمم المتحدة خاصة بالصحراء الغربية ما شاء الله يعني ما أنا وهذا لما يحصل على طول تاريخ الصحراء الغربية نفسها 16 اجتماع في عام. تمام واضح ولا معناها القارئ المعطيات هذه يشير الى رغبه دوليه، واضح ولا هنا اللوبي الصهيوني يلعب في دور كبير برشا من اجل تصفيه هذه القضيه وانهائها يعني واضح ولا واضح وانهائها فهمت العمليه. واكبر دليل على ذلك ما اصدرته المحكمه الاوروبيه في عدم التعامل في خيرات الصحراء باعتبارها خيرات متنازع عليها وبالتالي قانونا لا يمكن امضاء عقود مع المغرب في هذا الشان. وهناك يعني الحكم النهائي سيصدر يعني في غضون اشهر ربما اقل. ايش قلت لك تصور انت من التسارع والنسق معناها تقريبا من 75 الى حدود الان ما صارش، والان شوف النسق كيف تسارع. واضح والله والله استاذ محمد، والله شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والله، ومرحبا بك دائما معنا في هذه السلسله ان شاء الله من اللقاءات باذن الله تعالى.
مشكور سيد راضي على المساحة وبارك الله فيك. مرحبا بك وسهلا. شكرا. عفوا الله. عفوا الله. شكرا. نجم تنزلني صديقي. إن شاء الله. مرحبا وسهلا. إذن مشاهدينا شكرا.